الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدين الكرام في مصر والوطن العربي بل في العالم كله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، صدق الله العظيم، هكذا قال رب العزة في محكم التنزيل. وها هي مصر تتزين تتجمل تتباهى في حضور عديد اللاعبين من شقيقاتها العربية هناك في استاد برج العرب، حيث تتلألأ أضواء السلام، أضواء الخير، أضواء الأمان، أضواء مصر المحبة، مصر التآخي، مصر السلام. شاء من شاء وأبى من أبى، رغم أنف الإرهاب، رغم أنف الحاقدين. هذه احتفالية كروية رياضية يعلن من خلالها النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي وممثل الكرة المصرية بل والعربية في هذا المساء، أنه مع الشهداء أينما كانوا من أبناء الوطن، كانوا من الجيش، من الشرطة، من الشعب. هذه الاحتفالية التي تعلي صوت السلام مدويا في أرجاء العالم، هذه الاحتفالية التي يذهب ريعها إلى أسر شهداء الوطن، هذه الاحتفالية التي تقول للعالم عبر رسائل عديدة ومتعددة أن مصر أرض السلام، أرض النبوة، أرض الأنبياء، أرض المحبة ومهد السلام. عموما سيداتي وسادتي، هي مباراة ودية احتفالية ما بين الأهلي المعزز بعدد من نجوم الكرة المصرية والعربية أمام فريق أتلتيكو مدريد الأسباني، هذا الفريق الذي جاء بالأمس إلى الإسكندرية، وهي المرة الثانية التي يزور فيها مصر، لكن الكل يحتفي. الأشقاء أمامكم من المملكة العربية السعودية، من مملكة البحرين، من الإمارات العربية المتحدة، من كل أرجاء الوطن العربي جاءوا ليشاركوا معنا هذه الدعوة إلى السلام، إلى المحبة، إلى الإخاء، وإلى التعايش، التعايش الذي هو سمة العالم كله، من أجل وطن متعافي، وطن آمن، وطن وأمة وعالم على أعلى مستويات الأمن والأمان. سيداتي وسادتي، هي احتفالية من محب الرياضة، دعاة السلام، دعاة الإخاء. ليست مباراة ككل المباريات، هي مباراة أمامكم تتجلى فيها هذه الصورة البديعة لأعلى من أعلى استاد برج العرب، بل استاد الجيش المصري هكذا هو اسمه. وأمام حضراتكم نجوم الفريقين قد نزلوا إلى أرض الملعب. تشكيلة الأهلي في هذا اللقاء ومعه عدد من نجوم الكرة المصرية: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، باسم علي، رامي صبري لاعب إنبي، أحمد سامي لاعب المقاصة، صبري رحيل، محمود عبد العزيز لاعب سموحة، محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، هشام محمد ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي، فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، وحسن الراهب لاعب النصر السعودي. التشكيلة لفريق أتلتيكو مدريد: في حراسة المرمى أوبلاك، وفي الدفاع خوان فران، لوكاس هيرنانديز، رافائيل مونو، مونور، سيرجي غونزاليز في الدفاع، في خط الوسط كايدي باري، توماس بارتي، جابي كاراسكو، وفي المقدمة الهجومية كوريا وتوريس. يدير المباراة طاقم تحكيم في الشوط الأول بقيادة سمير محمود عثمان، وأيمن دقيش مساعد أول، عبد الفتاح ريشة مساعد ثاني، محمد الحنفي حكما رابعا، الحكمين الإضافيين محمود دسيوني، محمد الصباحي، والحكم في الشوط الثاني سيكون محمد فاروق. هي عبر هذا هو حسام البدري وسيد عبد الحفيظ، الكل يتأهب لهذه المباراة التي تعد وتحمل الرقم 29، لكنها ليست ككل المباريات السابقة بين الأهلي والفرق الأوروبية. سنسرد إذا سمحت الظروف. أدي سيموني، واحد ديجو سيموني، واحد من نجوم الكرة الأرجنتينية، واحد من أعلام التدريب الآن في العالم، خصوصا مع أتلتيكو مدريد وإنجازاته المتعددة. وهو كما تعلمون يعني عايز أقول لحضراتكم له بصمة كبيرة، وبدأ مع فريق الراسينج في التدريب، لكنه انتقل عقب هذه البداية مع الراسينج، انتقل إلى أتلتيكو مدريد الذي لعب له عدة سنوات. عموما سيداتي وسادتي، مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه، هكذا قالها البابا شنودة، والبابا الراحل شنودة، وهكذا يؤمن كل المصريين الذين يعيشون فوق هذا الثرى، فوق هذا الثرى المصري. الاحتياطي لأن الزي الأحمر والأبيض بتاعه المشهور به
فريق الروخي بلانكوس، وطبعا ده الاحمر والابيض. طبعا قال لك الاهلي صاحب الارض وصاحب الضيافه يرتدي الاحمر والشورت الابيض، فبالتالي ترك لصاحب الارض لونه الاساسي ولعب باللون البديل. سنرى ونتابع هذه الاحتفاليه، ليست مباراه في كره القدم بحكم انها تقام على ارضيه ملعب بين 11 لاعبا من فريقين، الاهلي المعزز بالنجوم من الكره المصريه الى جانب عدد كبير من الاشقاء العرب، منهم اثنان في ارض الملعب المولد والراهب، لكن هناك في البدلاء عدد كبير. سنقول لحضراتكم وقتما سمحت الظروف لهذه الاحتفالية التي تتجلى فيها روعة الإنسان المصري المتواجد في المدرجات، الذي هتف في بداية المباراة فلسطين فلسطين والقدس عربية عاصمة أبدية لفلسطين، هكذا قال الجمهور المصري في المدرجات، وهكذا يقول دوما كل العرب في كل مكان. أيضا هتفوا للسلام، هتفوا ضد الإرهاب، هتفوا ضد الدماء التي تسيل من وقع الإرهاب، وكل المجد أكيد للشهداء ولا عزاء للإرهابيين الذين سيدحرهم جيشنا وشرطتنا. الكرة إلى خارج الملعب، أدي أمام حضراتكم سيرجي جونزاليز رقم 29 الظهير الأيسر، لكن كان معاه على طول باسم. طبعا هتلاقوا عدد كبير من اللاعبين يرتدي قمصان بأرقام باعتبار أن الأشقاء العرب موجودين ولا زملائهم المصريين موجودين معهم. الأهلي لعب بالأمس أمام بتروجيت، وبالتالي الفريق الأول 11 لاعبا الذين شاركوا بالأمس أعطاهم الكابتن حسام البدري راحة. موجود مجلس إدارة النادي الأهلي في المدرجات، لكن الكابتن محمود الخطيب تعذر عليه السفر إلى الإسكندرية لارتباطه باجتماعات مكثفة من أمس وحتى طوال هذا اليوم للتحضير لمفاجأة، هكذا عرفنا وعلمنا أنها مفاجأة ستعلن غدا بإذن الله لكل عشاق الأهلي المصري في مصر والوطن العربي بل والعالم. ستعلن غدا بإذن الله في مؤتمر صحفي كبير دعا إليه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة موجود، وأيضا هنا الضغط، لكن على طول لوكاس هيرنانديز بيلم كورته ويلعب مع سيرجي في الشمال في نص الملعب. تاني كايدي باري، جابي، ينزل كراسكو ناحية الشمال، لكن صبر رحيل بيقابل. تاني جابي يقطع صبر رحيل الكرة ويعدي، تتقطع منه والضغط عليه وداخل منطقة 18 والعرضية، إنما على طول بيطلع برافو أحمد سامي صاحب القميص رقم 24. أحمد سامي شوفوا مرة تانية هنا، إنما الراجل في لحظة التمرير من كراسكو على طول بيطلع أحمد سامي قلب دفاع المقاصة المنضم إلى تشكيلة الأهلي في هذا المساء ليشارك باسم كل الأندية المصرية بل والعربية في رسالة السلام ونبذ الإرهاب. ملعوبة على طول في نص الملعب، يستلم توماس بارتي ويرجع ورا رافائيل مونور، الأمامية الطويلة مستنية، لكن بيطلع صبري إلى خارج الملعب. هذه صبري رحيل سيموني، هي مباراة احتفالية لكن الرجل برضو دي مباراة كرة قدم، فأخذها هو تدريبة جادة على أقل تقدير للاعبيه، يريد أن يؤكد على أن هذه ترقيصة حلوة بلمة أحلى. وعدى كهرباء واحدة والتانية، اتضغط عليه، اتجابت على طول من توماس بارتي رقم 5. تاني المحاولة، صبري يجيب كرته لكن ياخد خطأ، ضربة حرة مباشرة أيمن دجيش، هذه صبري رحيل وادي البدري وعبد الحفيظ يتابعان في اليمين عند محمد فاروق، تتقطع وترجع تاني نص الملعب. جابي بالتحضير في المنطقة الخلفية، رافائيل، لوكاس، خوان فران القادم من أوساسونا 32 سنة هذا اللاعب، لكن من أشهر اللعيبة اللي بياخدوا بطاقة صفراء مع الأتلتي مع الروخي بلانكوس مع صانع الوسائد، كل دي ألقاب للفريق الأسباني أتلتيكو مدريد اللي تأسس 1903. بياخد على طول خطأ، لكن بيقول ما فيش خطأ، بيقول ما فيش خطأ، اتلعبت على طول وسباق الجري هنا، لكن على طول أحمد سامي قريب وياخد كورته يا ولد ويروح بيها ناحية الشمال يلعبها مع صبري اللي بينزل الكرة كده عند هشام محمد كابتن تيم الأهلي في هذا اللقاء.
صبري يرجع لسامي تاني، كل ده تحضير في الجانب الايسر لنص ملعب النادي الاهلي. اتلعبت في اليمين هناك لباسم علي صاحب القميص رقم 12، محمود عبد العزيز اللي بيلعب في نص الملعب مع هشام محمد لاعب سموحة. مقطوع الكرة في نص الملعب من جديد، يستلم جابي، يدور على خوان فران، خوان تتقطع، خوان دخل في العمق، عايز يلعبها في الشمال يلعبها في العمق مرة تانية. حلوة الكرة من ورا المدافعين، لكن أحمد عادل أقرب، أحمد عادل عبد المنعم واخد كورته صاحب القميص رقم 13، عدد كبير طبعا البدلاء المعروفين لدينا إجمالا، بدلاء الأتلتي أتلتيكو مدريد، أنخيل مويا، فليبي لويس، وكوكي، وجريزمان، وساؤول، وأوغوستو فرنانديز، ستيفان سافيتش، لوسيانو فيتو، كيفن جاميرو، دول بدلاء سيموني في هذا اللقاء الذي تشارك فيه أسبانيا ممثلة في أتلتيكو مدريد في فريقها الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد الثنائي القطبين الكبيرين برشلونة ريال مدريد. كهربا سقوط على الأرض، يأخذ على طول خطأ بفاول، هذه كابتن التيم قدام حضراتكم جابي رقم 14 هو اللي عامل الخطأ. استلام أحمد سامي بيتقدم، كهربا بيستلم بيلعب على طول اللمسة الأولى مع صبري رحيل، بيرجع ورا كان متقدم صبري، بيرجع مع سامي من جديد، ولا ده رامي صبري، رامي صبري يلعب كرة الأمامية الطولية اللي بيستلمها على طول كهربا، ولسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه، بيعتمد على نفسه هو لكن يلعبها داخل المنطقة، والضربة الرأسية الأولى، الضربة الرأسية الأولى من الراهب حسن الراهب، أحسن بديل في الدوري السعودي في الثلاث مواسم الأخيرة، ينزل يخلص المباريات ويسجل الأهداف، جاب 11 جول وصاحب القميص رقم 11 في هذا اللقاء. حسن الراهب نجم نادي النصر، زميل نجمنا الكابيتانو حسام غالي مع العالمي السعودي، يلعب على طول أوبلاك السوليفيني، عنده الراجل ده 55 مباراة محافظ فيها على شباكه، حارس المرمى لأتلتيكو مدريد من سلوفينيا. أحمد سامي اللي راح ناحية اليمين كده مع باسم علي اللي قدام حضراتكم، وجي رامي صبري ناحية الشمال مع صبري رحيل، هجمة لكن تتقطع، رافائيل يلعب مع جابي بيرجع ورا لوكاس، تتقطع دخلوا على بعض، إنما بيجيبها على طول من جديد محمود عبد العزيز بالقميص رقم 22 على طول لمسه ولعبه، يحاول ويلحق، يلحق على طول احمد سامي يلعب مع باسم، تحضير كده مع 9 دقائق لعب، انما تواجد وانتشار ممتاز، استلام للكره ممتاز، رغم ان بنعيد ونزيد تاني وناكد ونكرر ان الهدف ليس المباراه وان المباراه ليست نتيجه، النتيجه وصلت خلاص، الرساله وصلت مع الشكر، وبقول لحضراتكم العالم كله الان يعرف ويسمع ويعي ويتابع عبر قناه الاهلي في كل مكان ان مصر رسول السلام من خلال الرياضه من خلال هذه المباراه ارض السلام تحتفي بشهدائها، والاحتفاء يكون دائما بالفخر والسرور والانفراد. يا راجل يا راجل يا اوبلاك بياخد كورته على طول، انما هنشوف البينيه الرائعه اللي عملها كهربا كانت مع فهد المولد، انما ايه اتعملت بشكل حلو واستلم لكن راحت، ادي هنا بيضغط كهربا لك في خطا، محمد فاروق، محمد فاروق اللي كان في الكوره، خوان فران اللي قدام حضراتكم، ادي اوبلاك اللي بقولت لحضراتكم، ادي هنا شوف 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 كهربا، شوف كهربا لعبها البينيه الحلوه قوي قوي قوي، وعلى طول استعجل استعجل، لقي نفسه وجها لوجه كده مديها له على طبق من دهب، بيقول له ممكن تقص شريط التهديف وتدخل التاريخ. ليه يدخل التاريخ؟ اقول لحضراتكم ليه يدخل التاريخ، اسماء من سجلوا في المباريات الاجنبيه محفوره في الذاكره وفي كتاب التاريخ. ادي هنا كهربا كان في الكره اللي فاتت،
بالقميص رقم 10 ملعوبه الهجمه المرتده، الهجمه المرتده والخطوره، واحمد عادل ما حدش احسن من حد. اوبلاك بياخد الكوره على طول من قدام كاراسكو، احمد عادل زي ما اوبلاك خدها من قدام محمد فاروق، ادي كاراسكو انطلق تقدم وعلى طول ومأمن معايا ولد احمد سامي. امه تعشق الحياه، امه تعشق التحدي، هي الامه المصريه والعربيه، وبالتالي الكل هنا جاء ليرى القوى الناعمه كره القدم، ليرى الرياضه في ابهى صورها. ادي توماس رقم 5 توماس بارتي، وادي فاروق بالقميص رقم 5. صح كده، فاروق امهر من كده بكتير، رجله خدت الارض، انما ادي مره تانية يا ولد التمريره كانت حلوه لكن اتقطعت ورجعت تاني. الهجمه اهلاويه، اهلاويه مصريه عربيه، ده التشكيل اللي بيضمه النهارده اللي قدام حضراتكم اصحاب الزي الاحمر. استلام سقوط على الارض، حكم اللقاء بيقول يلعب، مفيش حاجه في ادي المولد اللي كان على الارض. الهجمه المرتده، جمهور يحرك الصخر في المدرجات، وصل الرسائل بدري بدري، تسلل رايه وصافره، ضربه حره غير مباشره على توريس النجم الاسباني الشهير اللاعب الدولي 33 سنه، بدايته سنه 95 في ناشئين اتلتيكو مدريد، ثم انطلق في رحله احترافيه كده في الملاعب الانجليزيه قبل ان يعود لفريق الام او فريق البدايه. ادي النتيجه قدام حضراتكم بعد 12 دقيقه لعب، تعادل سلبي بين الاهلي المعزز بنجوم مصريه وعربيه واتلتيكو مدريد. الاتلتي صانع الوسائد او الروخي بلانكوس، الابيض والاحمر، كل دي القاب الاتلتيكو، انما طبعا الاهلي المصري نادي القرن الشياطين الحمر، كل دي القابه برضه. هنا ملعوبه حلوه، عدت من كهربا، عدت من كهربا وبيحييه، لكن راحت على طول ناحيه اليمين للظهير الايمن خوان فران القادم من اوساسونا 32 سنه، عنده بقول لحضراتكم شهير كده بحصوله على بطاقات صفراء 49 بطاقه في مسيره هذا اللاعب. استلام حلو يا باسم، يرجع ناحيه مرمى ويلعبها كده مع احمد سامي. نص الملعب هشام محمود عبد العزيز، والجماهير تهتف، رامي صبري استلام في الشمال كده من صبر رحيل بيلعبها لكن طويله على كهربا شويه، يا ولد بيلم كورته بشكل حلو. لوكاس تاني عند جابي يضغط لاخوان فران، لوكاس عدت من الراهب، عدت من النصراوي الكبير حسن الراهب. طبعا كل التحيه للجهد المبذول من بدايه اليوم، احتفاليه كبرى تليق باسم الاهلي وتليق باسم مصر بل والامه العربيه ضد الارهاب من اجل السلام. كل التحيه، نبدا بالتحيه للاهلي ومجلس ادارته بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب على تنظيم هذه الاحتفاليه، هذه المباراه الوديه، بل هذا التكريم الكبير الممثل من اسره الرياضه المصريه لشهداء الوطن من الجيش والشرطه وايضا من الابرياء من الاهالي، وكل التعازي طبعا لحادث كنيسة مارمينا بالأمس ومن قبلها مسجد الروضة بشمال سيناء. ادي هنا الهجمة الحلوة تلعب المولد وعلى طول، انما الكرة بتتقطع من قدامه من رافائيل مونور، حكم اللقاء بيصفر وبيرجع الكرة. كوريا اللي كان في الكره اللي فاتت وعمل الخطا، وادي سيموني وجهازه 47 سنه سيموني، يستلم على طول رامي صبري في الشمال، كهربا بيلعبها في نص الملعب لهشام محمد، هشام بيلعب في اليمين مستني باسم تتلعب، عدت لو استلم فاروق كان ممكن يبني هجمة. ادي لوكاس هيرنانديز، حوار ما بين البدري وعبد الحفيظ، حوار هادئ لان زي ما قلت لحضراتكم الكل عارف ان دي مباراة رسائل، رسالة السلام، رسالة التلاحم، رسالة التأكيد على النسيج الواحد للشعب المصري، التضامن العربي مع مصر ضد الإرهاب،
التضامن العالمي مع مصر ضد الإرهاب. طبعا التحية موصولة لمعالي تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية اللي حضر إلى مصر. طبعا هو راعي المباراة وداعم للمباراة وحضر يعني التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقل إليه تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونقل التعازي أيضا. روح أصيلة عروبية رائعة وانفراد، هذا انطلاق انفراد حلوة قوي، لكن أوبلاك طالع الراجل بيقوم بدور الليبرو، ترجع مرة تانية حلوة قوي الكلام، وكهربا لفت الأنظار وبيدور على فاروق بيقول له العبها لي اتأخر اتلعبت، إنما خبطت كده في لوكاس وراحت سهلة لأوبلاك. في محاولات، في رغبة في إثبات الذات، يعني كهربا والمولد والراهب يقول لك احنا جايين من المملكة العربية السعودية عشان نقدم لوحة فنية تليق بالمناسبة، تليق بالحدث بغض النظر عن النتيجة. آخر هم الكل، آخر هم الأهلي، آخر هم النجوم اللي في الملعب، آخر هم البدري، وآخر همنا جميعا النتيجة. ليه؟ لأن الهدف أسمى وأنبل وأكبر وأغلى، الهدف التأكيد على رسالة السلام والأمن والأمان. أدي كاراسكو البلجيكي صاحب ال 24 الربيع والمنضم من موناكو الفرنسي قبل عامين. حلوة التسديدة محمود عبد العزيز، إنما أدي محمود لمسة كده اداها ركنية، أوبلاك يلتقط الأنفاس ورشفة ماء كده لأن راحوا عليه كتير، والتصويبة حلوة، إنما هي لمسة مش إيد، لمسة هنا المدافع أهو القدم أهي إلى خارج الملعب ركنية. لعبت قصيرة ومرة تانية هشام بيلعب عرضية هناك تقطع ترجع تاني، فاروق تخدمه الظروف وترجع الكرة تاني الأهلي داخل المنطقة. اللمسة الأولى، فاروق اللمسة الثانية، بيلم كرته يعدي، عدى حلو يلعب العرضية، عمل العرضية سهلة بتروح للحارس أوبلاك. ادي تاني محمد فاروق عدى بشكل حلو، ومن سيرجي جونزاليس ولعب الكرة حلوة لكن كانت بعيدة عن الراهب، قطعوها ورجعوها على طول لأوبلاك. 19 دقيقة لعب، تعادل أبيض بلون حمامة السلام التي ترفرف في أرجاء ملعب برج العرب، بل أرجاء الإسكندرية ومصر والأمة العربية، ونتمناها أن ترفرف فوق العالم أجمع. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وبالتالي يعني حينما يكون اسم من أسماء الله السلام لابد أن يعم هذا السلام وهذا الخير. تحية أهل الجنة السلام لمن يعقل ومن يفهم، خلق الإنسان لإعمار الكون والبناء والإخاء والتعايش السلمي وليس للإرهاب والترويع والقتل والدم. أحمد عادل عبد المنعم هذه كهرباء ماشي كويس لغاية دلوقتي، الأهلي المعزز بنجوم الكرة المصرية والعربية، إنما الأهلي زي ما قلت لحضراتكم لعب قبل كده 28 مباراة مع فرق أجنبية وعالمية، فاز 13 تعادل 5 وخسر 10، 8 من هذه ال 28 كانت مع فرق أسبانية، منها 3 مع برشلونة لوحده، 4 مع فرق ألمانية، 3 مع فرق إنجليزية، 3 مع برتغالية، واثنين هولندية، واحد بولندا، واحد النمسا، واحد تشيكوسلوفاكيا، واحد يوغوسلافيا، واحد رومانيا. تتكلم على تاريخ، على عراقة، على اسم كبير يليق بنادي القرن الذي خاض البدايات منذ البدايات مع ريد ستار بلغراد اليوغوسلافي، والفوز بثلاثية سجلها
كابتن ميمي الشربيني هدفين، والمايسترو صالح سليم رحمه الله هدف. بعد كده لعب مع برشلونة سنة 60، خسر 1-6، لكن الكابتن دكتور طه اسماعيل هو اللي سجل الهدف. فاز على بنفيكا 63، بنفيكا البرتغالي 3-2. بدوي عبد الفتاح كابتن بدوي هدفين، دكتور طه هدف، وايزيبيو وجوزيه جواش جابوا الجولين. خطأ بضربة حرة مباشرة لصالح كايدي، كايدي باري. هذه هنا الكرة على الخط، وكاخد معاه باسم ضغط على الكرة. يعني من المباريات، مباراة بايرن ميونخ سنة 77، الفوز 2-1. الكباتن كابتن محمود الخطيب وكابتن شريف عبد المنعم سجلوا هدفي الأهلي. لعب على طول داخل المنطقة، بيطلع سامي يستلم هناك المولد اللي كان راجع، لكن ياخدها كايدي مرة تانية. لوكاس بتتقطع ترجع في نص الملعب، بيعدي بخطأ أمام سمير محمود عثمان العائد من الاعتزال. تاني مباراة له يدير، كان أدار مباراة أتلتيكو مدريد والزمالك في احتفالية الزمالك بمئويته. هذه هنا يا ولد عدى بشكل حلو محمد فاروق من بين أقدام توماس بارتي، لكن عمل إعاقة كده، عمل خطأ. هذه قدام حضراتكم الفاولات 3-7، 3 أهلي 7 أتلتيكو. 22 دقيقة لعب، نستطيع أن نقول انتصف الشوط الأول في هذه المباراة الاحتفالية بشهداء الوطن، مباراة السلام، مباراة الرسائل الرياضية أو الرسائل المصرية من النافذة الرياضية التي تتحدث عن السلام والإخاء وضد الإرهاب. انطلاقة حلوة صبري رحيل، التعادل السلبي سيد الموقف، لكن الكرة مع صبري، يرجع تاني مع كهربا، بيلم كرته ويعمل هو العرضية في عمق الملعب لهشام، تتقطع منه ترجع تاني، يستلم كايدي باري لاعب الوسط الأيسر. كده انتصف الشوط بالفعل تماما، 22 دقيقة ونصف. ترقيصها بلمة بشكل حلو كده من كراسكو، بيحاول يعدي ولعبها داخل المنطقة خطيرة، وأحمد عادل يا ولد يا ولد يا ولد، طالع في توقيت مناسب أمام مين؟ أمام توريس، أمام توريس. وادي قدام حضراتكم محمود عبد العزيز معاه كمان في الكورة، إنما شوفوا هنا دخل على طول في العمق وعدى ولعب الكورة في المكان الفاضي. هل في تسلل ولا إيه؟ إنما توريس ما أشارش حكم اللقاء، والله محمود عبد العزيز هو اللي عمل التاكلينج كده، الكرة خبطت في رجله وطلعت بعيدة عن خطورة التهديف. آدي فرناندو توريس 33 سنة، مهاجم أتلتيكو، مهاجم المنتخب الأسباني. هشام محمد كهربا، سقوط على الأرض بخطأ، أيمن دجيش رفع رايته، سمير محمود عثمان أطلق صافرته على كايدي باري اللي قدام حضراتكم رقم 27. وآدي سيموني يتعامل وكأنها مباراة في الدوري الأسباني أو مباراة في أي منافسة، هكذا هم المدربون المتحمسون. هو يعلم كل تفاصيل المباراة، لكنه أيضا يريد أن يقف على جوانب معينة في لاعبيه، على أداء بعض اللاعبين. خوانفرا فيران بيلعب على طول لتوماس بارتي في الشمال، إنما يلحق على طول سيرجي قبل ما يضغط عليه محمد فاروق، وتروح الكرة على طول عند كايدي. عدى واحد، عمل العرضية، شال على طول، شال كورتو رامي صبري، اهو بيشاور لزمايله. الكل في واحد، صوت الكرة المصرية في هذا المساء، الكل في واحد. هنا الأهلي ومعه كل الكرة المصرية، موجود من الزمالك، موجود من سموحة، من المقاصة، من إنبي، من المقاولون العرب، والبقية تأتي مع البدلاء، موجود من السعودية، موجود من الإمارات، موجود من البحرين، يعني عناصر متميزة. هذه الكرة داخل المنطقة، لكن توريس رأسية تروح لأحمد عادل عبد المنعم سهلة. ثلاث أصدقاء أسسوا أتلتيكو مدريد تحت اسم نادي مدريد الرياضي سنة 1903،
انضم ليهم طبعا معارضه ريال مدريد وجزء من أتلتيك بلباو. 1904 كان الشعار أزرق أبيض بعدين بأحمر أبيض. هذه العرضية يا ولد يا ولد على طول مطلع سيرجي جونزاليز والهجمة المرتدة. وهنا سرعة الهجمة المرتدة وبتتلعب تخبط كده وترجع مرة تانية من رامي صبري تروح لتوريس بيضغط عليه هشام لكن لسه الكرة جابي عايز يعمل عرضية سدد على المرمى يا ولد يا أحمد يا عادل. حلوة المباراة احتفالية انما نستمتع. كراسكو كراسكو هو اللي سدد التصويبة الحلوة على القائم الايمن لكن احمد عادل عبد المنعم بيطلع ببراعة صد رد كده بطريقة صد رد ترجع الكرة تاني لكن على طول في خطأ لصالح النادي الاهلي. دومج مع نادي افاسيون ناسيونال من سراقسطة لكن رجع وانفصل وغير اسمه سنة 47 إلى أتلتيكو مدريد. مين لعب له بقى من الأشقاء العرب؟ لعب له العربي بن مبارك النجم المغربي الأصل الفرنسي الجنسية اللي كان أول واحد في العالم يا جماعة يحمل لقب الجوهرة السوداء قبل بيليه وقاد أتلتيكو مدريد للقب أول في بطولة الليجا الأسبانية سنة 49 أو موسم 49-50 وتناه كمان 50-51 وسجل 56 هدف العربي بن مبارك من المملكة المغربية الشقيقة. استلام على الأرض تتقطع ترجع من توماس مرة تانية ناحية الشمال البحث من جابي على كايدي الاستلام من كايدي يرجع تاني مع رافائيل تحضير عند توماس في نص ملعب النادي الأهلي بينقله الكرة لجابي تلعب أمامية رامي لكن هو عدى وانفرد والتصويب أعلى من العرض أعلى من العرضة من اللاعب كوريا أنخيل كوريا إلى خارج الملعب. فرصة هدف أول في هذا اللقاء الأرجنتيني قدام حضراتكم صاحب ال 22 ربيع. الدوري الأسباني أو الليجا الأسبانية فاز بها أتلتيكو 10 مرات خد وصيف 10 مرات هو ثالث الفرق بعد برشلونة وريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم حتى في الجماهيرية. خد كاس ملك اسبانيا 10 مرات اخرها في 2013 خد الوصيف 9 مرات اخرها في 2010 وخد سوبر اسباني مرتين دوري ابطال اوروبا وخد وصيف ودوري ابطال دوري اوروبا اوروبا ليج خدوا مرتين كاس الاتحاد الاوروبي لابطال الكؤوس مره السوبر الاوروبي مره الانتر كونتيننتال خدها مره عام 74 اللي هي كاس العالم للانديه دلوقتي كانت بدات بفكره كاس الانتر كونتيننتال بين بطل اوروبا وامريكا اللاتينيه. يستلم على طول في الشمال صبري ويلعب الكره ترتد وترجع مره ثانيه لصبري اللي بيدور على كهربا لعبها له عدل نفسه كده وجنبه هشام لعب هشام مع فاروق مع كهربا الاميز والابرز اتلعبت الكره على طول لصبري بيحطها مره ثانيه الكهربا تتقطع والهجمه المرتده في نديه في اللقاء رغم ان زي ما قلت لحضراتكم كله بيلعب باريحيه ما عندوش مشكله حتى اتلتيكو مدريد بيلعب مباراة عايز يمتع الجمهور اللي موجود في الملعب يمتع عشاقه في أكاديمية أتلتيكو موجودين في المدرجات الصبية الصغار يرفعون الرايات لأتلتيكو مرحبين به في أرض الكنانة مصر أرض السلام مهد الأنبياء ومهبط الرسالات والبلد التي تجلى رب العزة فوق أرضها هناك في جبل الطور يا جماعة لنبيه ورسوله سيدنا موسى عليه السلام. يا الله كم أنت عزيزة يا أرض الكنانة من أرادها بسوء قسمه الله وجندها خير أجناد الأرض هكذا قال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. إخوان لمسة ولعبة وتتلعب مرة تانية الإخوان كده هيلعبها هو باليمين لا جابها على رجله الشمال وحطها على بداية منطقة ال 18 والعرضية على طول تتقطع من الكرة وهنا مدي خطأ سمير محمود عثمان ادي محمود عبد العزيز نقل حي ومباشر من الثانيه ظهرا على شاشتكم قناه الاهلي وجبه اعلاميه مهنيه دسمه ومتميزه اثنين استوديو تحليلي استوديو
بقيادة الإعلامي المتميز تامر صق، ومعانا نجوم كبار من أجيال متعاقبة، راية بتسلم راية، كابتن ماهر همام، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد فاروق، أجيال متميزة، كل واحد له بصمته، كل واحد أدى دوره بقميص الشياطين الحمر. هو استوديو تحليلي للمباراة من ملعب المباراة هناك في استاد برج العرب بقيادة النجم والإعلامي المتميز والنجم الكروي الكبير إسلام الشاطر، وضيفيه النجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم، و يعني شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية، ومعاه النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، ايضا كابتن شيتوس كان مع الزميل العزيز الاعلامي الصاعد محمد فاروق، عمر ربيع ياسين وفيروز. بدا هذه المسيره بتقديم وجبه اولى، هنشوف التغيير لحارس المرمى، طلع اوبلاك ونزل انخيل مويا، انخيل مويا. إذن تغيير أول مع الدقيقة 32، مشاهدين الكرام، مشاهدي الأهلي في كل مكان، هنا داخل المنطقة وتصويبة إلى خارج الملعب، بيقول ضربة ركنية سمير محمود عثمان من توماس، التصويبة مباراة الرسائل المتعددة، مباراة النسيج الواحد المسلم والمسيحي، المصري والعربي، بل العالم كله نسيج واحد طالما العالم محب للسلام وناشر لمبادئه وملتزم بقيمه ومتعامل بتسامحه، هكذا هي رسائل هذه الاحتفالية الرياضية. إذن الركنيات واحدة الأهلي، ثلاثة أتلتيكوم، عدية بالعرض الكلي، عدي يروح هناك على طول يستلم يا ولد فهد، فهد المولد اللي كانت بدايته في الناشئين مع واحد من نجوم النادي الاهلي، مع النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، وله تغريده على تويتر صريحه وواضحه، قال المدرب الذي ادين له بالفضل بعد الله هو عادل عبد الرحمن المدرب المصري. هذه تغييرات هتكون بالجمله كده، هنتابع مع بعض مؤمن زكريا رقم 8، هنشوف نزل مكان مين بعدين، حسام غالي الكابيتانو، انما مؤمن زكريا خلاص لعب، حسن الراهب بيخرج، حسن الراهب بيخرج، هنشوف حسام غالي بيستعد للنزول. كتير اللي قدام حضراتكم، واحمد الشيخ، هنشوف ادي غالي هياخد الشارع على طول من هشام كابتن النادي الاهلي الكابتن العائد، ادي حسن الراهب له التحيه من سيد عبد الحفيظ وحسام البدري وجهاز الاهلي. وشايف انا الشلهوب، محمد الشلهوب قدام حضراتكم، نجم نادي الهلال، نجم نادي الهلال السعودي. ادي محمد فاروق خرج، وفهد المولد خرج، وهشام محمد خرج. هنشوف التغييرات كتير طبعا، لان دي زي ما قلت لحضراتكم الكل عايز يشارك، الكل عايز يقول ان انا شاركت في افضل واشرف المباريات. ليه؟ لان دي مش مباراه كوره زي ما قلت لحضراتكم، هي ليست مباراه ككل المباريات، هي مباراه سلام، هي مباراة محبة، هي مباراة يعني إيقاظ الضمائر النائمة التي تدافع عن الإرهاب، والتي تعاون الإرهاب، والتي تدعم الإرهاب، والتي يعني لا تقف مع العالم المسالم وقفة حق، وقفة عدل ضد هذا الإرهاب الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي آنساتي سادتي مشاهدين الكرام في مصر والوطن العربي بل في العالم كله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، صدق الله العظيم، هكذا قال رب العزة في محكم التنزيل، وها هي مصر تتزين تتجمل تتباهى في حضور عديد اللاعبين من شقيقاتها العربية هناك في استاد برج العرب، حيث تتلألأ أضواء السلام، أضواء الخير، أضواء الأمان، أضواء مصر المحبة، مصر التآخي، مصر السلام. شاء من شاء وأبى من أبى، رغم أنف الإرهاب، رغم أنف الحاقدين،
هذه احتفالية كروية رياضية يعلن من خلالها النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي وممثل الكرة المصرية بل والعربية في هذا المساء، أنه مع الشهداء أينما كانوا من أبناء الوطن، كانوا من الجيش، من الشرطة، من الشعب. هذه الاحتفالية التي تعلي صوت السلام مدويا في أرجاء العالم، هذه الاحتفالية التي يذهب ريعها إلى أسر شهداء الوطن، هذه الاحتفالية التي تقول للعالم عبر رسائل عديدة ومتعددة أن مصر أرض السلام، أرض النبوة، أرض الأنبياء، أرض المحبة ومهد السلام. عموما سيداتي وسادتي، هي مباراة ودية احتفالية ما بين الأهلي المعزز بعدد من نجوم الكرة المصرية والعربية أمام فريق أتلتيكو مدريد الأسباني، هذا الفريق الذي جاء بالأمس إلى الإسكندرية وهي المرة الثانية التي يزور فيها مصر، لكن الكل يحتفي. الأشقاء أمامكم من المملكة العربية السعودية، من مملكة البحرين، من الإمارات العربية المتحدة، من كل أرجاء الوطن العربي جاءوا ليشاركوا معنا هذه الدعوة إلى السلام، إلى المحبة، إلى الإخاء، وإلى التعايش، التعايش الذي هو سمة العالم كله من أجل وطن متعافي، وطن آمن، وطن وأمة وعالم على أعلى مستويات الأمن والأمان. سيداتي وسادتي، هي احتفالية من محب الرياضة، دعاة السلام، دعاة الإخاء. ليست مباراة ككل المباريات، هي مباراة أمامكم تتجلى فيها هذه الصورة البديعة لأعلى من أعلى استاد برج العرب، بل استاد الجيش المصري هكذا هو اسمه، وأمام حضراتكم نجوم الفريقين قد نزلوا إلى أرض الملعب. تشكيلة الأهلي في هذا اللقاء ومعه عدد من نجوم الكرة المصرية: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، باسم علي، رامي صبري لاعب إنبي، أحمد سامي لاعب المقاصة، صبري رحيل، محمود عبد العزيز لاعب سموحة، محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، هشام محمد ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي، فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، وحسن الراهب لاعب النصر السعودي. التشكيلة لفريق أتلتيكو مدريد: في حراسة المرمى أوبلاك، وفي الدفاع خوان فران، لوكاس هيرنانديز، رافائيل مونو، منور سيرجي غونزاليز في الدفاع، في خط الوسط كايدي باري، توماس بارتي، جابي كاراسكو، وفي المقدمة الهجومية كوريا وتوريس. يدير المباراة طاقم تحكيم في الشوط الأول بقيادة سمير محمود عثمان، وأيمن دقيش مساعد أول، عبد الفتاح عريشة مساعد ثاني، محمد الحنفي حكما رابعا، الحكمين الإضافيين محمود بسيوني، محمد الصباحي، والحكم في الشوط الثاني سيكون محمد فاروق. هي عبر هذا هو حسام البدري وسيد عبد الحفيظ، الكل يتأهب لهذه المباراة التي تعد وتحمل الرقم 29، لكنها ليست ككل المباريات السابقة بين الأهلي والفرق الأوروبية. سنسرد إذا سمحت الظروف. أدي سيموني، واحد ديجو سيموني، واحد من نجوم الكرة الأرجنتينية، واحد من أعلام التدريب الآن في العالم، خصوصا مع أتلتيكو مدريد وإنجازاته المتعددة، وهو كما تعلمون يعني عايز أقول لحضراتكم له بصمة كبيرة، وبدأ مع فريق الراسينج في التدريب لكنه انتقل عقب هذه البداية مع الراسينج، انتقل إلى أتلتيكو مدريد الذي لعب له عدة سنوات. عموما سيداتي وسادتي، مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه، هكذا قالها البابا شنودة، والبابا الراحل شنودة، وهكذا يؤمن كل المصريين الذين يعيشون فوق هذا الثرى، فوق هذا الثرى المصري الاحتياطي، لأن الزي الأحمر والأبيض بتاعه المشهور به فريق الروخي بلانكوس، وطبعا ده الأحمر والأبيض، طبعا قال لك الأهلي صاحب الأرض وصاحب الضيافة يرتدي الأحمر والشورت الأبيض، فبالتالي ترك لصاحب الأرض لونه الأساسي ولعب باللون البديل. سنرى ونتابع هذه الاحتفالية، ليست مباراة في كرة القدم بحكم أنها تقام على أرضية ملعب بين 11 لاعبا من فريقين، الأهلي المعزز بالنجوم من الكرة المصرية إلى جانب عدد كبير من الأشقاء العرب، منهم اثنان في أرض الملعب المولد والراهب، لكن هناك في البدلاء عدد كبير. سنقول لحضراتكم وقتما سمحت الظروف لهذه الاحتفالية التي تتجلى فيها روعة الإنسان المصري المتواجد في المدرجات،
الذي هتف في بداية المباراة: فلسطين فلسطين والقدس عربية عاصمة أبدية لفلسطين. هكذا قال الجمهور المصري في المدرجات، وهكذا يقول دوما كل العرب في كل مكان. أيضا هتفوا للسلام، هتفوا ضد الإرهاب، هتفوا ضد الدماء التي تسيل من وقع الإرهاب. وكل المجد أكيد للشهداء، ولا عزاء للإرهابيين الذين سيدحرهم جيشنا وشرطتنا. الكرة إلى خارج الملعب. أدي أمام حضراتكم سيرجي جونزاليز رقم 29 الظهير الأيسر، لكن كان معاه على طول باسم. طبعا هتلاقوا عدد كبير من اللاعبين يرتدي قمصان بأرقام باعتبار أن الأشقاء العرب موجودين ولا زملائهم المصريين موجودين معهم. الأهلي لعب بالأمس أمام بتروجيت، وبالتالي الفريق الأول 11 لاعبا الذين شاركوا بالأمس أعطاهم الكابتن حسام البدري راحة. موجود مجلس إدارة النادي الأهلي في المدرجات، لكن الكابتن محمود الخطيب تعذر عليه السفر إلى الإسكندرية لارتباطه باجتماعات مكثفة من أمس وحتى طوال هذا اليوم للتحضير لمفاجأة. هكذا عرفنا وعلمنا أنها مفاجأة ستعلن غدا بإذن الله لكل عشاق الأهلي المصري في مصر والوطن العربي بل والعالم. ستعلن غدا بإذن الله في مؤتمر صحفي كبير دعا إليه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة موجود، وأيضا هنا الضغط، لكن على طول لوكاس هيرنانديز بيلم كورته ويلعب مع سيرجي في الشمال في نص الملعب. تاني كايدي باري جابي ينزل كراسكو ناحية الشمال، لكن صبر رحيل بيقابل تاني جابي يقطع صبر رحيل الكرة ويعدي تتقطع منه ويضغط عليه وداخل منطقة 18 والعرضية، إنما على طول بيطلع برافو أحمد سامي صاحب القميص رقم 24. أحمد سامي شوفوا مرة تانية هنا، إنما الراجل في لحظة التمرير من كراسكو على طول بيطلع أحمد سامي قلب دفاع المقاصة المنضم إلى تشكيلة الأهلي في هذا المساء ليشارك باسم كل الأندية المصرية بل والعربية في رسالة السلام ونبذ الإرهاب. ملعوبة على طول في نص الملعب، يستلم توماس بارتي ويرجع ورا رافائيل مونور الأمامية الطويلة مستنية، لكن بيطلع صبري إلى خارج الملعب. هذه صبري رحيل سيموني، هي مباراة احتفالية لكن الراجل برضو دي مباراة كرة قدم، فأخذها هو تدريبة جادة على أقل تقدير للاعبيه، يريد أن يؤكد على أن هذه ترقيصة حلوة بلمة أحلى. وعد كهرباء واحدة والتانية اتضغط عليه، اتجابت على طول من توماس بارتي رقم 5. تاني المحاولة صبري يجيب كورته لكن ياخد خطأ، ضربة حرة مباشرة أيمن دجيش. أدي صبري رحيل وادي البدري وعبد الحفيظ يتابعان في اليمين عند محمد فاروق، تقطع وترجع تاني نص الملعب. جابي بالتحضير في المنطقة الخلفية، رافائيل لوكاس خوان فران القادم من أوساسونا 32 سنة هذا اللاعب، لكن من أشهر اللعيبة اللي بياخدوا بطاقة صفراء مع الأتلتي مع الروخي بلانكوس مع صانع الوسائد، كل دي ألقاب للفريق الأسباني أتلتيكو مدريد اللي تأسس 1903. بياخد على طول خطأ لكن بيقول ما فيش خطأ، بيقول ما فيش خطأ، اتلعبت على طول وسباق الجري هنا، لكن على طول أحمد سامي قريب وياخد كرة يا ولد ويروح بيها ناحية الشمال يلعبها مع صبري اللي بينزل الكرة كده عند هشام محمد كابتن تيم الأهلي في هذا اللقاء. صبري يرجع لسامي تاني، كل ده تحضير في الجانب الأيسر لنص ملعب النادي الأهلي. اتلعبت في اليمين هناك لباسم علي صاحب القميص رقم 12. محمود عبد العزيز اللي بيلعب في نص الملعب مع هشام محمد لاعب سموحة، مقطوعة الكرة في نص الملعب من جديد، يستلم جابي يدور على خوان فران، خوان تتقطع
اخوان دخل في العمق، عايز يلعبها في الشمال لكن لعبها في العمق مره ثانيه. حلوه الكره من ورا المدافعين لكن احمد عادل اقرب، احمد عادل عبد المنعم واخد كورته صاحب القميص رقم 13. عدد كبير طبعا البدلاء المعروفين لدينا اجمالا، بدلاء الاتلتي اتلتيكو مدريد، انخيل مويا، فليبي لويس، وكوكي، وجيرزمان، وساؤول، واوغوستو فرنانديز، ستيفان سافيتش، لوسيانو فيتو، كيفن جاميرو، دول بدلاء سيموني في هذا اللقاء الذي تشارك فيه اسبانيا ممثله في اتلتيكو مدريد في فريقها الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد الثنائي القطبين الكبيرين برشلونة ريال مدريد. كهربا سقوط على الأرض، يأخذ على طول خطأ بفاول. هذه كابتن التيم قدام حضراتكم جابي رقم 14 هو اللي عامل الخطأ. استلام احمد سامي بيتقدم، كهربا بيستلم بيلعب على طول اللمسه الاولى مع صبري رحيل، بيرجع ورا كان متقدم صبري، بيرجع مع سامي من جديد، ولا ده رامي صبري، رامي صبري يلعب كره الاماميه الطوليه اللي بيستلمها على طول كهربا، ولسه الكره معاه، لسه الكره معاه، بيعتمد على نفسه هو لكن يلعبها داخل المنطقه، والضربه الراسيه الاولى، الضربه الراسيه الاولى من الراهب حسن الراهب، احسن بديل في الدوري السعودي في الثلاث مواسم الاخيره، ينزل يخلص المباريات ويسجل الاهداف، جاب 11 جول وصاحب القميص رقم 11 في هذا اللقاء. حسن الراهب نجم نادي النصر، زميل نجمنا الكابيتانو حسام غالي مع العالمي السعودي، يلعب على طول اوبلاك السوليفيني، عنده الراجل ده 55 مباراه محافظ فيها على شباكه، حارس المرمى لاتلتيكو مدريد من سلوفينيا. احمد سامي اللي راح ناحيه اليمين كده مع باسم علي اللي قدام حضراتكم، وجه رامي صبري ناحيه الشمال مع صبري رحيل، هجمه لكن تتقطع، رافائيل يلعب مع جابي، بيرجع ورا لوكاس، تتقطع، دخلوا على بعض انما بيجيبها على طول من جديد محمود عبد العزيز بالقميص رقم 22، على طول لمسه ولعبه، يحاول ويلحق، يلحق على طول احمد سامي، يلعب مع باسم، تحضير كده مع 9 دقائق لعب انما تواجد وانتشار ممتاز، استلام للكره ممتاز، رغم ان بنعيد ونزيد تاني وناكد ونكرر ان الهدف ليس المباراه وان المباراه ليست نتيجه، النتيجه وصلت خلاص، الرساله وصلت مع الشكر، وبقول لحضراتكم العالم كله الان يعرف ويسمع ويعي ويتابع عبر قناه الاهلي في كل مكان ان مصر رسول السلام من خلال الرياضه، من خلال هذه المباراه ارض السلام، تحتفي بشهدائها والاحتفاء يكون دائما بالفخر والسرور والانفراد. يا راجل يا راجل يا اوبلاك بياخد كورته على طول، انما هنشوف البينيه الرائعه اللي عملها كهربا كانت مع فهد المولد، انما ايه اتعملت بشكل حلو واستلم لكن راحت. ادي هنا بيضغط كهربا لك في خطا، محمد فاروق، محمد فاروق اللي كان في الكوره، خوان فران اللي قدام حضراتكم، ادي اوبلاك اللي بقولت لحضراتكم، ادي هنا شوف 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 كهربا، شوف كهربا لعبها البينيه حلوه قوي قوي قوي، وعلى طول استعجل استعجل، لقي نفسه وجها لوجه كده، مديها له على طبق من دهب، بيقول له ممكن تقص شريط التهديف وتدخل التاريخ. ليه يدخل التاريخ؟ اقول لحضراتكم ليه يدخل التاريخ، اسماء من سجلوا في المباريات الاجنبيه محفوره في الذاكره وفي كتاب التاريخ. ادي هنا كهربا كان في الكره اللي فاتت بالقميص رقم 10، ملعوبه الهجمه المرتده، الهجمه المرتده والخطوره، واحمد عادل محدش احسن من حد، اوبلاك بياخد الكره على طول من قدام كاراسكو، احمد عادل زي ما اوبلاك خدها من قدام محمد فاروق، ادي كاراسكو انطلق تقدم وعلى طول ومأمن معايا ولد احمد سامي. امه تعشق الحياه، امه تعشق التحدي، هي الامه المصريه والعربيه، وبالتالي الكل هنا جاء ليرى القوى الناعمه كره القدم، ليرى الرياضه في ابهى صورها. ادي توماس رقم 5، توماس بارتي،
وادي فاروق بالقميص رقم 5. صح كده، فاروق امهر من كده بكتير، رجله خدت الارض، انما ادي مره ثانيه يا ولد التمريره كانت حلوه لكن اتقطعت ورجعت تاني للهجمه اهلاويه. اهلاويه مصريه عربيه، ده التشكيل اللي بيضمه النهارده اللي قدام حضراتكم اصحاب الزي الاحمر. استلام سقوط على الارض، حكم اللقاء بيقول يلعب، ما فيش حاجه في ادي المولد اللي كان على الارض. الهجمه المرتده، جمهور يحرك الصخر في المدرجات، وصل الرسائل بدري بدري، تسلل رايه وصافره، ضربه حره غير مباشره على توريس النجم الاسباني الشهير اللاعب الدولي 33 سنه، بدايته سنه 95 في ناشئين اتلتيكو مدريد، ثم انطلق في رحله احترافيه كده في الملاعب الانجليزيه قبل ان يعود لفريق الام او فريق البدايه. هذه النتيجه قدام حضراتكم بعد 12 دقيقه لعب، تعادل سلبي بين الاهلي المعزز بنجوم مصريه وعربيه واتلتيكو مدريد الاتلتي صانع الوسائد او الروخي بلانكوس الابيض والاحمر، كل دي القاب الاتلتيكو، انما طبعا الاهلي المصري نادي القرن الشياطين الحمر، كل دي القابه برضه. هنا ملعوبه حلوه، عدت من كهربا، عدت من كهربا وبيحيي، لكن راحت على طول ناحيه اليمين للظهير الايمن خوان فران القادم من اوساسونا 32 سنة، عنده بقول لحضراتكم شهير كده بحصوله على بطاقات صفراء 49 بطاقة في مسيرة هذا اللاعب. استلام حلو يا باسم، يرجع ناحية مرماه ويلعبها كده مع أحمد سامي. نص الملعب هشام محمود عبد العزيز، والجماهير تهتف، رامي صبري استلام في الشمال كده من صبر رحيل بيلعبها لكن طويلة على كهربا شوية، يا ولد بيلم كورته بشكل حلو. لوكاس تاني عند جابي يضغط لإخوان فران لوكاس، عدت من الراهب، عدت من النصراوي الكبير حسن الراهب. طبعا كل التحية للجهد المبذول من بداية اليوم، احتفالية كبرى تليق باسم الأهلي وتليق باسم مصر بل والأمة العربية ضد الإرهاب من أجل السلام. كل التحية، نبدأ بالتحية للأهلي ومجلس إدارته بالكامل برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنظيم هذه الاحتفالية، هذه المباراة الودية، بل هذا التكريم الكبير الممثل من أسرة الرياضة المصرية لشهداء الوطن من الجيش والشرطة وأيضا من الأبرياء من الأهالي، وكل التعازي طبعا لحادث كنيسة مارمينا بالأمس ومن قبلها مسجد الروضة شمال سيناء. ادي هنا الهجمه الحلوه تلعب المولد وعلى طول، انما الكره بتتقطع من قدامه من رافائيل مونور، حكم اللقاء بيصفر وبيرجع الكره. كوريا اللي كان في الكره اللي فاتت وعمل الخطا، وادي سيموني وجهازه 47 سنة سيموني. يستلم على طول رامي صبري في الشمال، كهربا بيلعبها في نص الملعب لهشام محمد، هشام بيلعب في اليمين مستني باسم تتلعب. عدت لو استلم فاروق كان ممكن يبني هجمة. ادي لوكاس هيرنانديز، حوار ما بين البدري وعبد الحفيظ، حوار هادئ لان زي ما قلت لحضراتكم الكل عارف ان دي مباراة رسائل، رسالة السلام، رسالة التلاحم، رسالة التأكيد على النسيج الواحد للشعب المصري، التضامن العربي مع مصر ضد الإرهاب، التضامن العالمي مع مصر ضد الإرهاب. طبعا التحية موصولة لمعالي تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، اللي حضر إلى مصر، طبعا هو راعي المباراة وداعم للمباراة وحضر يعني التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقل إليه تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونقل التعازي أيضا. روح أصيلة عروبية رائعة وانفراد، هذه انطلاقة انفراد حلوة قوي، لكن أوبلاك طالع
راجل بيقوم بدور الليبرو، ترجع مرة تانية. حلو قوي الكلام، وكهربا لفت الأنظار وبيدور على فاروق بيقول له العبها لي العبها لي العبها لي، اتأخر اتلعبت، إنما خبطت كده في لوكاس وراحت سهلة لأوبلاك. في محاولات، في رغبة في إثبات الذات، يعني كهربا والمولد والراهب يقول لك احنا جايين من المملكة العربية السعودية عشان نقدم لوحة فنية تليق بالمناسبة، تليق بالحدث، بغض النظر عن النتيجة. آخر هم الكل، آخر هم الأهلي، آخر هم النجوم اللي في الملعب، آخر هم البدري، وآخر همنا جميعا النتيجة. ليه؟ لأن الهدف أسمى وأنبل وأكبر وأغلى، الهدف التأكيد على رسالة السلام والأمن والأمان. أدي كاراسكو البلجيكي صاحب ال 24 الربيع والمنضم من موناكو الفرنسي قبل عامين. حلوة التسديدة محمود عبد العزيز، إنما هذه محمود لمسة كده اداها ركنية، أوبلاك يلتقط الأنفاس ورشفة ماء كده لأن راحوا عليه كتير، والتصويبة حلوة، إنما هي لمسة مش إيد، لمسة هنا المدافع أهو القدم أهي إلى خارج الملعب، ركنية. لعبت قصيرة ومرة تانية هشام بيلعب عرضية هناك تقطع ترجع تاني، فاروق تخدمه الظروف وترجع الكرة تاني للأهلي داخل المنطقة. اللمسة الأولى، فاروق اللمسة التانية، بيلم كرته يعدي، عدى حلو يلعب العرضية، عمل العرضية سهلة سهلة بتروح للحارس أوبلاك. ادي تاني محمد فاروق عدى بشكل حلو، ومن سيرجي جونزاليس ولعب الكره حلوه لكن كانت بعيده عن الراهب، قطعوها ورجعوها على طول لاوبلاك. 19 دقيقه لعب، تعادل ابيض بلون حمامه السلام التي ترفرف في ارجاء ملعب برج العرب، بل ارجاء الاسكندريه ومصر والامه العربيه، ونتمناها أن ترفرف فوق العالم أجمع. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وبالتالي يعني حينما يكون اسم من أسماء الله السلام لابد أن يعم هذا السلام وهذا الخير. تحية أهل الجنة، السلام لمن يعقل ومن يفهم. خلق الإنسان لإعمار الكون والبناء والإخاء والتعايش السلمي، وليس للإرهاب والترويع والقتل والدم. أحمد عادل عبد المنعم هذه كهربا ماشي كويس لغاية دلوقتي. الأهلي المعزز بنجوم الكرة المصرية والعربية، إنما الأهلي زي ما قلت لحضراتكم لعب قبل كده 28 مباراة مع فرق أجنبية وعالمية، فاز 13 تعادل 5 وخسر 10، 8 من هذه ال 28 كانت مع فرق أسبانية، منها 3 مع برشلونة لوحده، 4 مع فرق ألمانية، 3 مع فرق إنجليزية، 3 مع برتغالية، واثنين هولندية، واحد بولندا، واحد النمسا، واحد تشيكوسلوفاكيا، واحد يوغوسلافيا، واحد رومانيا. تتكلم على تاريخ، على عراقة، على اسم كبير يليق بنادي القرن الذي خاض البدايات منذ البدايات مع ريد ستار بلغراد اليوغوسلافي، والفوز بثلاثية سجلها كابتن ميمي الشربيني هدفين، والمايسترو صالح سليم رحمه الله هدف. بعد كده لعب مع برشلونة سنة 60 خسر 1-6، لكن الكابتن دكتور طه اسماعيل هو اللي سجل الهدف، فاز على بنفيكا 63، بنفيكا البرتغالي 3-2، بدوى عبد الفتاح كابتن بدوى هدفين، دكتور طه هدف، وإيزيبيو وجوزي إجواش جابوا الجولين خطأ بضربة حرة مباشرة لصالح كايدي باري. هذه هنا الكرة على الخط وكاخد معاه باسم ضغط على الكرة، اطلع بره
يعني من المباريات، مباراه بايرن ميونخ سنه 77 الفوز 2-1. الكباتن كابتن محمود الخطيب وكابتن شريف عبد المنعم سجلوا هدفي الاهلي. لعب على طول داخل المنطقه، بيطلع سامي يستلم هناك المولد اللي كان راجع، لكن ياخدها قايد مره تانية. لوكاس بتتقطع ترجع في نص الملعب، بيعدي بخطا امام سمير محمود عثمان العائد من الاعتزال. تاني مباراه له يدير، كان ادار مباراه اتلتيكو مدريد والزمالك في احتفاليه الزمالك بمئويته. هذه هنا يا ولد عدى بشكل حلو محمد فاروق من بين اقدام توماس بارتي، لكن عمل اعاقه كده، عمل خطا. هذه قدام حضراتكم الفاولات 3-7، 3 اهلي 7 اتلتيكو. 22 دقيقة لعب، نستطيع أن نقول انتصف الشوط الأول في هذه المباراة الاحتفالية بشهداء الوطن، مباراة السلام، مباراة الرسائل الرياضية أو الرسائل المصرية من النافذة الرياضية التي تتحدث عن السلام والإخاء وضد الإرهاب. انطلاقة حلوة، صبري رحيل، التعادل السلبي سيد الموقف، لكن الكرة مع صبري، يرجع تاني مع كهربا، بيلم كرته ويعمل هو العرضية في عمق الملعب لهشام، تتقطع منه، ترجع تاني، يستلم كايدي باري لاعب الوسط الايسر. كده انتصف الشوط بالفعل تماما، 22 دقيقة ونصف. ترقيصة بلمة بشكل حلو كده من كراسكو، بيحاول يعدي ولعبة داخل المنطقة خطيرة، واحمد عادل يا ولد يا ولد يا ولد، طالع في توقيت مناسب امام مين؟ امام توريس، امام توريس. وادي قدام حضراتكم محمود عبد العزيز معاه كمان في الكوره، انما شوفوا هنا دخل على طول في العمق وعدى ولعب الكوره في المكان الفاضي. هل في تسلل ولا ايه؟ انما توريس ما اشارش حكم اللقاء، والله محمود عبد العزيز هو اللي عمل التاكلين كده، الكره خبطت في رجله وطلعت بعيده عن خطوره التهديف. ادي فرناندو توريس 33 سنه، مهاجم اتلتيكو، مهاجم المنتخب الاسباني. هشام محمد، كهربا، سقوط على الارض بخطا، ايمن دجيش رفع رايته، سمير محمود عثمان اطلق صافرته على كايدي باري اللي قدام حضراتكم رقم 27. وادي سيموني يتعامل وكانها مباراه في الدوري الاسباني او مباراه في اي منافسه، هكذا هم المدربون المتحمسون، هو يعلم كل تفاصيل المباراة، لكنه أيضا يريد أن يقف على جوانب معينة في لاعبيه، على أداء بعض اللاعبين. خوان فران فيران بيلعب على طول لتوماس بارتي في الشمال، إنما يلحق على طول سيرجي قبل ما يضغط عليه محمد فاروق، وتروح الكرة على طول عند كايدي، عدى واحد عمل العرضية، شال على طول، شال كورتو رامي صبري، اهو بيشاور لزمايله. الكل في واحد، صوت الكرة المصرية في هذا المساء، الكل في واحد. هنا الاهلي ومعه كل الكرة المصرية، موجود من الزمالك، موجود من سموحة، من المقاصة، من انبي، من المقاولون العرب، والبقية تأتي مع البدلاء، موجود من السعودية، موجود من الإمارات، موجود من البحرين، يعني عناصر متميزة. هذه الكرة داخل المنطقة، لكن توريس رأسية تروح لأحمد عادل عبد المنعم سهلة. ثلاث أصدقاء أسسوا أتلتيكو مدريد تحت اسم نادي مدريد الرياضي سنة 1903، انضم ليهم طبعا معارضو ريال مدريد وجزء من اتلتيك بلباو. 1904 كان الشعار ازرق ابيض، بعدين باحمر ابيض. هذه العرضيه يا ولد يا ولد، على طول مطلع سيرجي جونزاليز، والهجمه المرتده، وهنا سرعه الهجمه المرتده وبتتلعب، تخبط كده وترجع مره ثانيه من رامي صبري، تروح لتوريس، بيضغط عليه هشام، لكن لسه الكوره جابي عايز يعمل عرضيه، سدد على المرمى يا ولد يا احمد يا عادل. حلوة المباراة، احتفالية، انما نستمتع. كراسكو، كراسكو هو اللي سدد التصويبة الحلوة على القائم الأيمن، لكن أحمد عادل عبد المنعم بيطلع ببراعة، صد رد كده بطريقة صد رد، ترجع الكورة تاني، لكن على طول في خطأ لصالح
النادي الاهلي. دومج مع نادي افاسيون ناسيونال من ساراغوسا، لكن رجع وانفصل وغير اسمه سنه 47 الى اتلتيكو مدريد. مين لعب له بقى من الاشقاء العرب؟ لعب له العربي بن مبارك النجم المغربي الاصل الفرنسي الجنسيه، اللي كان اول واحد في العالم يا جماعه يحمل لقب الجوهره السوداء قبل بيليه، وقاد اتلتيكو مدريد للقب اول في بطوله الليجا الاسبانيه سنه 49 او موسم 49 50، وتناه كمان 50 51 وسجل 56 هدف العربي بن مبارك من المملكه المغربيه الشقيقه. استلام على الارض، تتقطع، ترجع من توماس مره ثانيه ناحيه الشمال، البحث من جابي على كايدي، الاستلام من كايدي يرجع تاني مع رافائيل، تحضير عند توماس في نص ملعب النادي الاهلي، بينقله الكره لجابي، تلعب اماميه رامي، لكن هو عدى وانفرد، والتصويب اعلى من العارضه، اعلى من العارضه من اللاعب كوريا انخيل كوريا الى خارج الملعب. فرصة هدف أول في هذا اللقاء الأرجنتيني قدام حضراتكم صاحب ال 22 ربيع. الدوري الأسباني أو الليجا الأسبانية فاز بها أتلتيكو 10 مرات، خد وصيف 10 مرات، هو ثالث الفرق بعد برشلونة وريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم حتى في الجماهيرية. خد كأس ملك أسبانيا 10 مرات آخرها في 2013، خد الوصيف 9 مرات اخرها في 2010، وخد سوبر اسباني مرتين، دوري ابطال اوروبا وخد وصيف، ودوري ابطال دوري اوروبا اوروبا ليج خده مرتين، كاس الاتحاد الاوروبي لابطال الكؤوس مره، السوبر الاوروبي مره، الانتر كونتيننتال خدها مره عام 74 اللي هي كاس العالم الانديه دلوقتي، كانت بدات بفكره كاس الانتر كونتيننتال بين بطل اوروبا وامريكا اللاتينيه. يستلم على طول في الشمال صبري ويلعب الكره ترتد وترجع مره ثانيه لصبري اللي بيدور على كهربا، لعبها له عدل نفسه كده وجنبه هشام، لعب هشام مع فاروق مع كهربا الاميز والابرز، اتلعبت الكره على طول لصبري بيحطها مره ثانيه الكهربا تتقطع، والهجمه المرتده في نديه في اللقاء، رغم ان زي ما قلت لحضرات كله بيلعب باريحيه ما عندوش مشكله، حتى اتلتيكو مدريد بيلعب مباراه عايز يمتع الجمهور اللي موجود في الملعب، يمتع عشاقه في اكاديميه اتلتيكو موجودين في المدرجات، الصبيه الصغار يرفعون الرايات لاتلتيكو مرحبين به في ارض الكنانه مصر، ارض السلام، مهد الانبياء ومهبط الرسالات، والبلد التي تجلى رب العزه فوق ارضها هناك في جبل الطور يا جماعه لنبيه ورسوله سيدنا موسى عليه السلام. يا الله كم أنت عزيزة يا أرض الكنانة، من أرادها بسوء قسمه الله وجندها خير أجناد الأرض، هكذا قال رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. إخوان لمسة ولعبة وتتلعب مرة تانية الإخوان كده هيلعبها هو باليمين، لا جابها على رجله الشمال وحطها على بداية منطقة ال 18 والعرضية على طول تتقطع من الكرة، وهنا مدي خطأ سمير محمود عثمان، ادي محمود عبد العزيز، نقل حي ومباشر من الثانية ظهرا على شاشتكم قناة الأهلي، وجبة إعلامية مهنية دسمة ومتميزة، اثنين استوديو تحليلي، استوديو بقيادة الإعلامي المتميز تامر صقر، ومعانا نجوم كبار من أجيال متعاقبة، راية بتسلم راية، كابتن ماهر همام، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد فاروق، أجيال متميزة كل واحد له بصمته، كل واحد أدى دوره بقميص الشياطين الحمر، هو استوديو تحليلي للمباراة من ملعب المباراة هناك في استاد برج العرب بقيادة النجم والإعلامي المتميز والنجم الكروي الكبير إسلام الشاطر وضيفيه النجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم، و يعني شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية، ومعاه النجم الكبير كابتن ربيع ياسين
ايضا كابتن شيتوس كان مع الزميل العزيز الاعلامي الصاعد محمد فاروق. عمر ربيع ياسين وفيروز بدا هذه المسيره بتقديم وجبه اولى. هنشوف التغيير لحارس المرمى، طلع اوبلاك ونزل انخيل مويا. انخيل مويا اذا تغيير اول مع الدقيقه الثانيه والثلاثين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي الاهلي في كل مكان، هنا داخل المنطقه وتصويبه الى خارج الملعب، بيقول ضربه ركنيه سمير محمود عثمان من توماس التصويبه. مباراة الرسائل المتعددة، مباراة النسيج الواحد المسلم والمسيحي، المصري والعربي، بل العالم كله نسيج واحد طالما العالم محب للسلام وناشر لمبادئه وملتزم بقيمه ومتعامل بتسامحه. هكذا هي رسائل هذه الاحتفالية الرياضية. إذن الركنيات واحدة الأهلي، ثلاثة أتلتيكو، عدية بالعرض الكلي، عدي يروح هناك على طول يستلم يا ولد فهد، فهد المولد اللي كانت بدايته في الناشئين مع واحد من نجوم النادي الأهلي، مع النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، وله تغريدة على تويتر صريحة وواضحة، قال المدرب الذي أدين له بالفضل بعد الله هو عادل عبد الرحمن المدرب المصري. هذه تغييرات هتكون بالجملة كده. هنتابع مع بعض مؤمن زكريا رقم 8، هنشوف نزل مكان مين بعدين، حسام غالي الكابيتانو، انما مؤمن زكريا خلاص لعب، حسن الراهب بيخرج، حسن الراهب بيخرج، هنشوف حسام غالي بيستعد للنزول. كتير اللي قدام حضراتكم، واحمد الشيخ، هنشوف ادي غالي هياخد الشارة على طول من هشام كابتن النادي الاهلي الكابيتان العائد، ادي حسن الراهب له التحيه من سيد عبد الحفيظ وحسام البدري وجهاز الاهلي. وشايف انا الشلهوب، محمد الشلهوب قدام حضراتكم، نجم نادي الهلال، نجم نادي الهلال السعودي. ادي محمد فاروق خرج وفهد المولد خرج وهشام محمد خرج. هنشوف التغييرات كتير طبعا، لان دي زي ما قلت لحضراتكم الكل عايز يشارك، الكل عايز يقول ان انا شاركت في افضل واشرف المباريات. ليه؟ لان دي مش مباراه كوره زي ما قلت لحضراتكم، هي ليست مباراه ككل المباريات، هي مباراه سلام، هي مباراه محبه، هي مباراه يعني ايقاظ الضمائر النائمه التي تدافع عن الارهاب والتي تعاون الارهاب والتي تدعم الارهاب والتي يعني لا تقف مع العالم المسالم وقفة حق، وقفة عدل ضد هذا الإرهاب الأسود، ضد هذا الإرهاب الأسود. عموما نعود لمباراتنا، والشلهوب الموهوب، يا سلام يا هلالي، يعني جاي من الزعيم الهلالي هو محمد الشلهوب. ياسر القحطاني كمان جه معاه بس ما شفناهوش نزل في التغييرات دي ولا لسه، هنشوف من واقع أرض الملعب. لكن شفنا أحمد الشيخ، شفنا الشلهوب، شفنا مؤمن زكريا، شفنا الكابيتانو اللي مع الكورة دلوقتي، حسام غالي، رامي صبري. حلو الكلام، حلو والرسائل حلوة والمباراة جميلة والتحية موصولة، وحينما يذكر هذا الكلام يشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل الأعضاء الحاضرين، يعني النائب طبعا الأستاذ العمري فاروق موجود في الملعب، الأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق، الدكتورة رانيا علواني موجودة في الملعب، أستاذ طارق أنديل موجود في الملعب، استاذ مهند مجدي موجود في الملعب، الاستاذ ابراهيم الكفراوي في الملعب ايضا، لكن الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ محمد الضماطي ومحمد الجرحي خارج البلاد. ادي احمد الشيخ، كابتن جوهر نبيل كمان، ادي على طول بره الملعب ركنيه. المباراه متوازنه ومتكافئه مع 36 دقيقه لعبه حتى الان. ادي العرضيه اللي بيطلعها على طول لوكاس هيرنانديز، 10 دقايق على النهاية، إنما الجماهير بمدرجاتها تشتعل حماس، شعارات وأغاني واحتفالات، مصر فوق الجميع، مصر أكبر من الإرهاب، مصر أكبر من أعوان الإرهاب ومنفذي الإرهاب. هكذا يهتف الجمهور في المدرجات، هكذا تتعالى الصيحات، مصر أرض السلام، أرض النبوءات.
كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. هذه هنا أحمد الشيخ بيعدي بالعرض، بيجيبها على رجل الشمال، عايز يسدد يعمل فنت ويقف على رجله حلوة ويقف على كورته، يلعب للشلهوب، بيعلي الكرة داخل منطقة ال 18. عارفين حضراتكم طبعا كأس الخليج تقام في أرض الكويت الشقيقة، وبالتالي عدد كبير من نجوم الكرة العربية والمنطقة الخارجية لم يتمكنوا من الحضور بسبب هذا الأمر. إسماعيل عبد اللطيف من البحرين موجود، مهاجم وهداف المحرق البحريني، أحبابنا في البحرين. يستلم لوكاس، بيضغط عليه من قدام كده ضغط عالي، تتلعب وترجع. مؤمن زكريا اللي خد مكان كهربا في الشمال، يرجع تاني الكرة تتقطع، عدت 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 وماشي ماشي، بيلعب الكرة ناحية اليمين، لويس يعمل عرضية، كوريا عرضية لكن تطلع بره الملعب، ركنية رابعة، ركنية رابعة لمصلحة الفريق الأسباني الأتلتي أتلتيكو مدريد. الروخي بلانكوس صانع الوسائد، كلها ألقاب لهذا الفريق الذي أصبح علامة بارزة في الدوري الأسباني بقيادة هذا المدرب الذي أصبح الآمر الناهي داخل الروخي بلانكوس. تتلعب الركنية على طول وإلى خارج الملعب، لكن هنشوف مدي خطأ ولا إيه. هذا أحمد سامي، المباريات الشهيرة طبعا ريال مدريد والفوز بهدف صندي بتمريرة رائعة حريرية من حسام غالي اللي آثر الفريق على نفسه، كان ممكن هو يسدد في المرمى لكن لعبها للفاضي المواجه للمرمى صندي النيجيري وسجل الهدف. روما 2-1، إبراهيم سعيد والأنجولي أفيلينو، والرياض سجل في ريال سوسيداد مباراة 2003 1-1، ثم ركلات ترجيح 4-3. عماد متعب سجل في التعادل مع باريس سان جيرمان 2006 في فرنسا. هاني العجيزي سجل برشلونة في ويمبلي. يا ولد طريق سبلا يا راجل، هي الأولانية يا مؤمن وعدت، إنما تاني والمحاولة تاني والتسديدة، لكن اتأخر كتير 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 والكرة إلى خارج الملعب. بيقول ركنية، قال له لا مش ركنية، أنخل مويا قال له مش ركنية، إنما محمود عبد العزيز شوفوا 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 هنا الفنت الحلو من الشلهوب، يا ولد يا ولد، وحطها عايزه التصويب على طول، لم ودار ولف ولعب الكره، قال له ركنيه انخي المويه، قال له لا مش ركنيه. ادي محمود عبد العزيز، ادي محمود عبد العزيز، حلوه حلوه، لعبتنا بتلعب باريحيه لان قالوا لهم مباراه كرويه، وبينادوا الجماهير العب يا اهلي. كاد ان يتقدم احمد سامي للاهلي، ان هتفت الجماهير في المدرجات العب يا اهلي، لكن يعني الكرة الرأسية خدها أنخي المويا بمنتهى السهولة، ويعني نزعة هجومية في أداء النادي الأهلي بعد التغييرات. كمان أصحاب الخبرات يتألقون يتكلمون يبدعون فوق البساط الأخضر، السكندري الرأسية يا راجل يا راجل، وحلوة حلوة حلوة، الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا، حلوة، هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تآخي، رسالة للشهداء، الله الله الله، حينما تكون الرسالة راقية رائعة ممتعة يعني جميلة فيها كل اللوحة الإبداعية، ولما لا، هل هناك احتفاء بالشهداء؟ أجمل من أن يكون الاحتفاء بأرقى الكلمات وأجمل المعاني وأفضل السطور والكتابات هو إبداع كروي يسطر فوق البساط الأخضر. مؤمن زكريا ينفجر إبداعا بتصويبة ولا أروع، يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا، روعة الروعة يا ابني. خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب، بص شوف بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال، الله عليك يا كرة القدم راسمة البسمة وعلى طول التي تقول للعالم مصر صامدة مصر كبيرة. هي رسالة من البوابة الرياضية، جمل من بوابة الرياضة التي تطلق الرسائل،
هل أجمل من هذا المشهد الجماهيري وكأنه مسرح مفتوح؟ سيداتي وسادتي، تنقله لكم شاشة الأهلي من برج العرب. مسرح مفتوح ملون باللون الأحمر يقول للعالم يا جماعة، مصر السلام تتحدى الإرهاب. نعم نتحدى الإرهاب، نعم صامدون، نعم على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية، نعم نسيج واحد، أمة واحدة، مصريون وفقط. قبل كل شيء لن يفرقنا دين ولن يفرقنا جغرافيا، لا يفرقنا إرهاب ولا يفرقنا أبدا أبدا أعداء الوطن. الله عليك يا كرة القدم، كم أنت رائعة يا كرة القدم، كم أنت سعيدة وتسعد يا كرة القدم، وما فيش تسلل يا كرة القدم، لكن فين؟ بعيدة شوية، بعيدة بعيدة. حلو الكلام، حلو. كنا من شوية بنقول لحضراتكم أسماء من سجلوا أسماءهم في قائمة المباريات، المباريات مع الفرق الأجنبية. كسر هم من سجلوا، كسر آخرهم أحمد الشيخ في مرمى روما مع مؤمن زكريا وولي سليمان. فاكرين المباراة دي اللي انتهت 4-3 اللي سجل فيها ديكو البوسني مع محمد صلاح وويليام فانكور الفرنسي، سجلوا ثلاثية روما. لكن في 2016 في استاد هزام الزايد في دولة الإمارات العربية الحبيبة الشقيقة، سجل هذا اللاعب أحمد الشيخ مع وليد سليمان مع مؤمن زكريا رباعية الأهلي. كمان في بايرن ميونخ 2012 في الدوحة فاز الأهلي خسر الأهلي 2-1، إسبانيولا 2012 2-0، ختافي الأسباني 1-1، أياكس أمستردام برشلونة، قلت لحضراتكم في ويمبلي، برشلونة في 2007 في الاحتفال بالمئوية في استاد القاهرة، باريس سان جيرمان، ليغا وارسو، دوكلا براغ، تشيكي، شريف عبد المنعم ومحسن صالح، ليغا وارسو، محسن صالح ومختار مختار، 2-1 2-1 المباراتين، مونشن جلادباخ، بروسيا مونشن جلادباخ. حلوة حلوة حلوة، العب مع زميلك يا راجل، لسه على أرض الكرة، لسه على أرض الكرة، لو لمسها، لو سندها، لو مررها، إسماعيل عبد اللطيف كان ممكن يخلصها. حلوة الكرة، حلوة المباراة. استشعر النجوم أنهم يهدون هدية لأسر الشهداء، لما لا تكون الهدية بقيمة تضحيات الشهداء؟ الله 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 عليه. ادي حسام البدري، بقول لكم ايه، الكره لما تتلعب الكل ينجذب، الكل يتابع، الكل يتحمس. يا لكن نرجع تاني وتالت مرة، احنا فرحانين مش بالجول، فرحانين باللوحة البديعة اللي تليق بأسماء الشهداء، اللي تليق بأسر الشهداء الذين يتابعون هذا اللقاء ويعلمون أن المباراة من أجلهم. مجلس إدارة النادي الأهلي بكامله اشترى بطاقات المباراة وتذاكر المباراة، لم يدخل أحد هذا الملعب بدعوة، هكذا قرر مجلس إدارة الأهلي، هي لصالح أسر الشهداء بكامل مداخيلها بكامل تفاصيلها، هي لوحة متكاملة لا علاقة ولا مجال لدعوات أو هدايا أو هبات لأي مكان. استوريا فيينا النمساوي فاز الأهلي 3-1، كابتن مصطفى عبده هدفين، كابتن محمود الخطيب هدف، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد عباس مع ساوثامبتون 79-2-0. شوفنا المحاولة والخطورة والعرضية ومعدية، الكل لسه في اللعب، لسه في اللعب، لسه في اللعب، إنما خارج الملعب كله زي ما انتم شايفين كله بيسخن. ستيوا بوخارست 3-0، كابتن خالد جد الله، كابتن علاء ميهوب، كابتن صديق جمال. ادي الكرة مرة تانية في الإعادة، عدى وعمل الكرة عرضية، لا في المرمى ولا توريس قابلها. كوينز بارك رينجرز 88-1، ربيع ياسين سجل الهدف، لعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع أشار بهما الحكم الدولي سمير محمود عثمان، وأعلنهما محمد الحنفي. طريصة بلمة حلوة يا أحمد يا شيخ، بيتألق هذا اللعب أمام الفرق الأوروبية كما حدث أمام روما. كوينز بارك رينجرز زولت لحضراتكم 88-1 اللي سجل هدف الأهلي الكابتن ربيع ياسين، ضيفنا في الاستوديو التحليلي هناك في ملعب برج العرب، كما هو حال الكابتن شريف عبد المنعم، سجل هدفين في مباراتين. استلام من الشلهوب، يديها له مرة تانية محمود عبد العزيز، يغير كده بفنت ويروح ناحية محمود في اليمين. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع،
مؤمن زكريا صاحب الهدف الوحيد لهذا اللقاء اللي أشعل الحماس في المدرجات وجدد الهتاف للوطن وجدد الهتاف للسلام للمحبة. يستلم من جديد حسام، يلعب مسيرة كده مع الشيخ، ياخدها حسام مرة تانية الشلهوب في دفعة، لكن حكم اللقاء قال ما فيش حاجة وعدى توماس، لكن خد ضربة حرة من أحمد الشيخ. ما فيش مقارنة للقوة البدنية ولا للطول، لكن هيشوفوها مرة تانية نازل عامل تاكلين كده واخد رجل توماس. كان في مباراة مع سانتوس البرازيلي في العام 73 في فبراير، كرة طويلة لكن توريس بيعمل عرضية، أحمد عادل عبد المنعم بقبضة اليد تعلى كرة تانية وتنزل داخل المرمى. أحمد عادل يا ولد حلو الكلام. شوط أول يليق بالاحتفالية، يليق بمن أهديت المباراة لأرواحهم وأهدي دخلها لأسرهم لشهداء الوطن من الجيش والشرطة والأبرياء من الأهالي من المواطنين من أبناء مصر بمختلف ألوانهم وعقائدهم وانتماءاتهم. عموما هي صفرة النهاية لشوط أول. سيداتي أنساتي سادتي، أطلقها أمام حضراتكم حكم اللقاء سمير محمود عثمان معلنا تقدم الأهلي المعزز من نجوم أندية مصر والعرب بهدف وحيد سجله مؤمن زكريا أمام حضراتكم. استراحة قصيرة نعود للقياكم مع بداية الشوط الثاني لهذه الاحتفالية الرائعة التي تليق بالجميع، تليق بالأهلي، تليق بالأمة العربية، تليق برسالة السلام وتليق بالشهداء. بعد فاصل قصير أنقل الكلمة والصورة إلى هناك الأستاد برج العرب للإعلام المتميز والكابتن الكبير إسلام الشاطر والنجمين المحللين الكبيرين كباتن شريف عبد المنعم ربيع ياسين. دمتم في أمان الله، تحياتي أشرف محمود، إلى اللقاء. إن كان القحطاني سيبدأ أطلق بالفعل صفرة البداية محمد فاروق معلنا بداية الشوط الثاني الاحتفالية تليق بالأهلي وتليق بالعرب وتليق بمصر وتليق بالشهداء وتليق بأسرهم. كل التحية لكل يد ابتدت وساعدت وساهمت في هذا يعني، والتحية موصولة ومذكورة ومشكورة لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية على دعمه اللامحدود لهذه المبادرة وهذه المباراة، كمان الحضور من المملكة العربية السعودية من مملكة البحرين الشقيقة من دولة الإمارات العربية المتحدة الدول التي تتعاون وتتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب. أحمد الشيخ بيلعب الكرة داخل المنطقة على طول بيحاول، لكن هنا بيسيب الكرة وتطلع برا ملعب رمي التماس. كان في طبعا انخيل مويا خد مكان اوبلاك، خوان فران، لوكاس هيرنانديز، رافائيل مونور، سيرجي جون زاليز، توماس بارتي، كاي ديباري، جابي كاراسكو، توريس كوريا، انخيل كوريا. دي تشكيله اتلتيكو مدريد. ادي جابي قدام حضراتكم صاحب القميص رقم 14 كابتن التيم حسين السيد خد مكان صبري رحيل، اتقطعت مره تانية جابها الاهلي. الشلهوب فنت واحد اثنين يا ولد، موهوب موهوب موهوب، افضل لاعب في الخليج، افضل لاعب في المملكه العربيه السعوديه عده سنوات، هذا القصير المكير محمد الشلهوب. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هكذا يهتف الجمهور العاشق لوطنه هناك في استاد الجيش المصري ببرج العرب. حسين السيد اللمسه واللعبه. أذكر حضراتكم أنه من بين الحضور مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل باستثناء رئيسه الكابتن الكبير محمود الخطيب الذي كان مشغولا في عقد سلسلة من الاجتماعات المتوالية والمطولة تمهيدا لإعلان مفاجأة لعشاق الأحمر والأبيض هنا في مصر وفي العالم العربي والعالم أجمع، سيعلن عنها في مؤتمر صحفي غدا بإذن الرحمن، سيكون في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة في مقر النادي الأهلي، وبالتالي لم يتمكن من السفر إلى الإسكندرية. أيضا الأستاذ خالد الدرندا، الأستاذ خالد مرتجي، الأستاذ محمد الضماطي، محمد الجرحي،
يغيبون لسفرهم خارج البلاد. هناك ايضا النائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ العمري فاروق موجود، امين الصندوق الاستاذ خالد درندالي موجود، مع الدكتوره رانيا علواني والاستاذ طارق قنديل والاستاذ مهند مجدي، الاستاذ محمد سراج، كابتن الاستاذ ابراهيم الكفراوي، كابتن جوار نبيل، كله موجود وكله ذهب ببطاقات مباراه مشتراه، مفيش هدايا، مفيش دعوات، ليتمكن الاهلي من تحقيق الهدف المنشود من هذه المباراه. باسم لعب الكره الاماميه، رجعت مره ثانيه عند الشلهوب، تتلعب الاولى مقطوعه من مؤمن وترجع الكره لانخيل مويا، بدلاء اتلتيكو انخيل مويا اللي لعب، فيليب ليويس وكوكي وجيزمان وساؤول اوغوستو فرنانديز، ستيفن سافيتش ولوسيانو فيتو وكيفن جاميرو، لعب فقط انخيل مويا. هنشوف تغييرات سيموني، رامي صبري ثابت مع احمد سامي، طبعا امبي المقاصه، المقاولين، سموحه، النصر السعودي، الاتحاد جده السعودي مع الهلال السعودي موجودين، انديه عريقه، العميد والعالمي والزعيم، العميد هو اتحاد جده، العالمي والنصر، نصر الرياض، والزعيم هو الازرق، الموج الازرق، موج الهلال، الى خارج الملعب، تصويبه اسلام محارب. هذه اسلام بيقع على الارض بعد التصويبه، دي الخامسه من الشوط الثاني. الرسائل كانت متعددة، وعودة الجماهير في هذه المباراة هي كانت أول الرسائل، لكن أن يهتف هذا الجمهور بكل ما فيه ومن فؤاده وليس من فمه باسم القدس العربية، عاصمة أبدية لفلسطين، فيها إعلان لموقف مصري رسمي يتناغم معه الشعبي للتأكيد على عروبة القدس وعلى فلسطينية القدس، هذه رسالة قوية أعتقد أنها وصلت إلى العالم كله. كرة داخل المنطقة بتعدي إلى خارج الملعب، أعتقد أن أحمد عادل اتغير، هنشوف رمضان مصطفى اللي بيلعب ولا مين، نتأكد. هذه كرة سيرجي المعدية، لا أحمد عادل، أحمد عادل مستمر، إنما بديله المعروف لينا رمضان مصطفى. لعب الكرة في نص الملعب من جديد، وعلى طول محاولة ناحية الشمال، تتلعب مقطوعة من كايدي، ترجع مرة ثانية الهجمة، الشلهوب ينطلق ويتقدم، يلعب حلوة للموهوب اللي زيه أحمد الشيخ، خد مكان صح، استلم ولف ودار يا ولد، إنما هنا خطأ، خطأ راية وصافرة. سأقول نزل نمرة 8، سأقول رقم 8 نزل، أدي تغيير، أدي تغيير، واللي عمل الفاول وخد شرط القيادة نزل مكان جابي، خلاص ما دام شرط القيادة على ساعد سأقول رقم 8 يبقى خرج على طول، جابي رقم 14، سأقول 23 سنة، نجوز ساؤول لاعب رقم 8، حلوه ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، لعب على طول من الشلهوب، جول 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 احمد الشيخ، قلت لحضراتكم عملها في روما وهو موهوب، مع الموهوب الشلهوب عملوا ثنائيه هات وخد، زي ما اوبلاك خد جول، انخيل مويا خد جول، والكل فرحان وسجدت شكر لرب العالمين، مفيش كلام. سأقول اللاعب الاسباني هو اللي عمل الخطا، ادي سأقول رقم 8 داس على رجله كده وقعه، وعلى طول طبعا هذا اللاعب لعب لريال مدريد في الناشئين، الكره معديه الكل وهي تخبط، الكره بتحب احمد الشيخ،
الكرة بتحب أحمد الشيخ. بصوا شوفوا شوفوا عدت إزاي، عدت من الكل، خبطت في رجله ودخلت، والكرة إلى داخل المرمى، وحلوة حلوة ما فيش كلام. كان أحمد سامي كمان مكمل، كان أحمد سامي مكمل، لكن هي جاته. وطبعا أصحاب الأمس الاثنين كانوا في المقصة الموسم الماضي، هنا فرحة حلوة وهدية جميلة تنضم لهدية مؤمن زكريا اللي كانت في الشوط الأول. ونشوف تغييرات، أعتقد القحطاني يستعد لدخول أرض الملعب. أعتقد ياسر القحطاني اللي كان له تجربة احترافية مع العين الإماراتي كما هو حال عدد، يعني كان نفسنا عمور يجي لكن مشغول، عبد الرحمن عمر عبد الرحمن مشغول مع منتخب الإمارات هناك في خليج 23 بالكويت. سنرى ونتابع أحمد أيوب بيتكلم، إسماعيل عبد اللطيف، وادي توماس. التغيير لمن؟ أحمد حمودي نزل، وشلهوب يخرج، إسماعيل عبد اللطيف قدام، ومؤمن زكريا بيغادر. عموما التغييرات مفتوحة باعتبارها احتفالية ثنائية أهلاوية مع الدقيقة 9، ونشوف هنا محاولة اتقطعت في تسلل مع الدقيقة 9. أحمد الشيخ يحرز هدف، مؤمن زكريا في الشوط الأول يحرز هدف، جاميرو نزل أرض الملعب، كيفن جاميرو هنشوف نزل بدل كوريا ولا توريس. جاميرو اللاعب الفرنسي اللي بدأ مع باريس سان جيرمان ومع لوريان ولعب لإشبيلية وانضم 2016 للأتلتي. اتلعبت على طول، رمية التماس، استلام، إنما بيقول ضربة مرمى، ما قالش ركنية، قال ضربة مرمى لمصلحة أتلتيكو مدريد. الروخي بلانكو أو الروخي بلانكوس، ترتيبه الثاني بعد 17 جولة، برشلونة متصدر في فارق 9 نقاط بينه وبينه، برضه فالنسيا الثالث بنقطتين، ريال مدريد يسبقه الأتلتيكو بخمس نقاط. صراع ديربي، ديربي يا جماعة، ديربي ديربي مدريد ما بين الأتلتيكو وما بين الريال. دييغو سيموني 47 سنة بدأ مع سان لورينزو الارجنتيني 2010، راسين كلاب بعديه، ومن 2011 23/12/2011 مع اتلتيكو مدريد. بتتكلم على مسيره مظفره ناجحه متميزه، فرض اسمه، كتب بمداد الذهب كده في تاريخ هذا النادي، صعد معاه لنهائي دوري ابطال اوروبا مرتين، سوبر اوروبي، كاس الملك. هنا صراع على الكوره لكن محضا على كورته بشكل حلو، سأقول استحوذ عليها ولعب كمان. جريزمان نزل رقم 7 الفرنسي الآخر، هجمة المرتدة، استلام، وعدت الكورة، وعدت الكورة، والمحاولة ممكن 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 كمان ممكن كمان لسه ممكن لسه ممكن لسه ممكن. يا ولد يا ولد يا مويا، يا ولد يا ولد يا مويا، خد الكرة، انما حلوة قوي فكرة الكرة اللي فاتت دي. من جديد ناحية اليمين عايز يبدأ الهجمة، خوان فرا، البحث، كراسكو صاحب القميص رقم 10،
يرجع تاني لناحية اليمين عند اخوان، نزل جنبه كده كاراسكو، لعب لكاراسكو البلجيكي اللمسة واللعبة بينقلوا الكرة طبعا بين اقدامهم حلوة قوي، عرضية عالية معدية الاول وعلى طول يستلم النادي الاهلي المعزز بلاعبين. هنشوف حمودي لف ودار لف ودار وفي الاخر فاول لصالح كاراسكو مع احمد حمودي رقم 16 اهو بيقول له بيشدني من التيشيرت، انما انت برضه يا حمودي الخلاص ادي هنا الصراع، بس الصراع صراع رجولي، صراع حلو وكانها لقطه راقصه لقطه حلوه كده يعني. دي الكوره اللي كان حمودي بيلم فيها برضه واحده بواحده، هذا احمد حمودي لعب لحفر الباطن السعودي، كاراكسو كاراسكو على طول، احمد عادل ياخد كورته. قلت لحضراتكم في الشوط الاول عديد المباريات اللي وصلت 28 مباراه، لكن نسيت اقول لكم مباراه بروسيا مونشنجلادباخ سنه 76 2-2 احمد عبد الباقي الكباتن الكبار احمد عباي والكابتن انور السلامه، كمان مباراة بطل المجر اللي زار مصر سنة 79 1-1 الكابتن أحمد عبد الباقي هو اللي جاب الجول بضربة رأسية لكرة عرضية لعبها الكابتن خالد جد الله. القحطاني بصاحب القميص رقم 20 على اليمين اتلعبت له في ظهره كده لكن جابها يا ولد بالكعب حلوة، اللمسة تاني أحلى واتقطعت. يستلم كاراسكو، كاراسكو يحط الكرة على طول عند كايدي لكن تطلع فين؟ تطلع بره الملعب ضربة ركنية وحسين السيد سلامات واقع على الأرض راح يطمن عليه، كوريا موجود، توريس هو اللي خرج إذن من بداية الشوط الثاني ونزل جاميرو وجريزمان نزل وساؤول نزل مكان جابي ومكان كايدي، هذا احمد حمودي في اللقطه اللي فاتت، انما احمد الشيخ واضح هذه فرحه الجماهير اعلان الصغير والكبير المراه والفتاه الطفل كله موجود، اعلان تحدي للعالم كله ان المصريين على قلب رجل واحد ضد هذا الارهاب الاسود اللعين. يا سلام نسيج الوطن يتوحد، نشوف احمد عادل طالع واخد كرته بيقول كله قدام كله قدام، ال11 اللي لعبوا مباراه امبارح مع بتروجيت منحهم راحه الكابتن حسام البدري، وهذه القحطان واحده والثانيه ترقيصه خد فاول، ساقول متوسط الاعمار يعني كبير وادي معاه على طول توماس بارتي الثنائي اللي يعني اصحاب قوه بدنيه هائله، يا ولد حلوه حلوه بالكعب وعلى طول ينطلق رامي ويعمل عرضيه يا راجل، حلوه الفكره حلوه الفكره انما الفيرست تايم يعني ما ظبطش قوي، عايز اتاكد من هذا اللاعب الشمراني ولا انا غلطان، ناصر الشمراني ولا انا غلطان، لانه التسويبه حلوه لاعب رقم 21، يا ريت الزملاء في الكنترول لو ياكدوا لي الاسم، اللاعب رقم 21 في تشكيله النادي الاهلي اللي نزل الشوط الثاني، هذه هنا معدي ويعمل عرضيه انما تطول وتطلع بره الملعب تماس، احمد سامي بيلعب مع كوريا تتلعب على طول، احمد رفعت نجم نادي الزمالك يعني شبيه، عشان كده انا عايز اقول يا ربي لان المعلومه اللي عندي قبل المباراه انه محدش وصل منهم، لان طبعا عارفين الزمالك كان بيلعب مع الاسيوطي، لكن احمد رفعت شبيه ناصر الشمراني والله يعني سبحان الله يخلق من الشباب 40 ادي على طول، لكن احمد رفعت بيشارك عشان يمثل القلعه البيضاء، يمثل القلعة البيضاء بأن زمان ما شفناش رفعت مع الزمالك في التشكيل عشان كده يعني كان غريب علينا شوية، إنما صاحب مهارة وتصويبة حلوة
يبقى إذن رقم 21 أحمد رفعت. شكرا لزميل حسن لتريبي اللي أرسل لي الاسم. نجم نادي الزمالك أحمد رفعت يشارك. كمان كان في معلومات إن في دعوة وجهت للكابتن حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي. كان نفسنا كل الفرق تبقى ممثلة طبعا، وده النادي الأهلي هو عايز كده، عايز ان الكل يكون مشارك، لكن دول بيلخصوا وبيترجموا وبيأكدوا ويمثلوا الكرة المصرية والعربية جمعاء. كل الألوان تتوحد في لون الأهلي، كل الألوان تتوحد في لون الأهلي الذي هو يتوحد الآن تحت راية الوطن، تحت راية العلم المصري، وتحت راية الأمة العربية التي تقول لا للإرهاب وبأعلى الصوت. سامعين حضراتكم الجماهير تزأر في المدرجات. والهدف الأول، الهدف الأول سأقول يحرز الهدف الأول مع الدقيقة 64 أو الدقيقة 14. سأقول الدقيقة 19، الدقيقة 19 سأقول هذه كرة عرضية ضربة رأسية حلوة محطوطة، عمل معها المحاولة أحمد عادل لكن عدت. 2-1 لهذا اللقاء. الكرة مع توماس بارتي. توماس من جديد يلعب بيضغط دلوقتي، فريق اتلتيكو مدريد يبحث عن التعادل. والتصويبه حلوه ويتالق، احلى احلى حلوه. جريزمان يا ولد يا ولد يا ولد، الفرنسي يسدد تصويبه رائعه يتالق ويتعملق معها مين؟ احمد عادل عبد المنعم. يبعدها الى ركنيه، يبعدها الى ركنيه. مجهود كبير يا جماعه في تنظيم هذا اللقاء، كل من ساهم في التنظيم يشكر وله التحيه من اجل إخراج المباراة عبر شاشة الأهلي حصريا بأبهى صورة تليق بالمناسبة، تليق بمن يعني أقيمت المباراة من أجلهم وهم أرواح الشهداء الكرام البررة الذين نسأل الله أن يتقبلهم في واسع بواسع رحمته وفي جنانه، ويلهم أهلهم وزويهم والوطن الصبر. وسيظل هذا الوطن شوكة في حلق الإرهاب في كل مكان. مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا وترددت في كل المؤتمرات على لسانه، مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. وها هو العالم العربي يعلن تضامنه، وها هو العالم كله أيضا يدرك حجم ما تقدمه مصر من تضحيات لدحر هذا الإرهاب. وبإذن الله منتصرون. تسير المباراة بالشكل الذي يرضي الجماهير في المدرجات وتتفاعل معه. أحمد حمودي زقال نفسه يا ولد، لكن في خطأ لأن كان في دفع كده، حكم اللقاء ادى تحت فرصة وبعدين رجعت المباراة. لكن عايز أكرر مرة أخرى الشكر لاصحاب المجهود الكبير، يعني في قناه الاهلي البدايه من الثانيه ظهرا مع عمر ربيع ياسين وفيروز مكي، بعدها استوديو تحليلي بقياده الاعلامي المتميز الكابتن تامر الصقر، ونجوم من العيار الثقيل من النجوم الكبار، واحد من الجيل السبعينات الجيل الذهبي الكابتن ماهر همام، ثم الثمانينات والتسعينات الكابتن عادل عبد الرحمن، ثم التسعينات والالفيه أو العشرية الأولى من الألفية الثانية الكابتن محمد فاروق، تواصل أجيال بشكل حلو وجميل صاحب الرأس الذهبية فاروق، ثم هناك في استاد برج العرب النجم الكروي الكبير والإعلامي. نشوف الكورة، نشوف الكورة اتعملت عرضية على طول، بيطلع رامي ترجع مرة ثانية، ضغط من اتلتيكو، لمسة ولعبة، محاولة حسين السيد ياخد كورته. هناك في استاد برج العرب في الملعب الزميل الإعلامي الصاعد محمد فاروق سعد، والنجم شوف العرضية بيشيل على طول ويطلع، مظبوط الكلام، نجم وائل شيتوس والرياض، لكن الاستوديو التحليلي للمباراة هناك في الملعب
مع النجم الكروي الكبير والإعلامي المتميز إسلام الشاطر والنجمين الكبيرين الكباتن شريف عبد المنعم ربيع سيف. جهد يذكر فيشكر من كل العاملين بقناة الأهلي هنا في الاستوديو في القاهرة أو هناك. في برج العرب كتيبة الإعداد أيضا كتيبة كبيرة يقودها الإعلامي المتميز كابتن أيمن بدرة مدير البرامج وأيضا رؤساء التحرير هناك في برج العرب كابتن عصام شلتوت وكابتن محمد القوصي. حلو حسين السيد يا ولد عدى بشكل مهاري ورشيق ويعمل الكرة العرضية إنما بيطلع على طول رافائيل ترجع تاني وبداية التحضير 22 دقيقة ونصف تبقت على زمن هذا اللقاء في شوطه الثاني. إذن ينتصف الآن الشوط الأول. بيلم كرته حلوة حقك تزعل حقك تزعل. لا الكرة ملمومة بشكل حلو قوي ونزلت الكرة كده على وش رجله بيلعبها. تشوفوا الإعادة هتبقى لقطة حلوة إنما عدد كبير من البدلاء يعني هنرى ونتابع. عمرو بركات شايفه وادي الجماهير السعيدة بالأداء. هذه الكرة اللي هي أحمد الشيخ جابها جول الجول الثاني. علم مصر فوق كل الأعلام. لا انتماءات في هذا اللقاء. الانتماء الوحيد لمصر الحبيبة مصر الكنانة. هنشوف التغييرات. جريزمان أحمد سامي ماسك العضلة الضمة سلامات. جريزمان اللاعب الفرنسي الشهير اللي بيلعب لأتلتيكو مدريد قلت لحضراتكم لعب في ريال سوسيداد. عدد من الأندية زي ما الزملاء في الإعداد قالوا لي دلوقتي إن عدد من الأندية في أوروبا بيتنافسوا عليه برشلونة المان يونايتد تشيلسي باريس سان جيرمان. أحمد عادل بقي كابتن التيم بعد خروج حسام غالي وأحمد سامي هيخرج إنما بياخد تحية من جمهور الأهلي. شفت أنا عمرو بركات بالقميص رقم 15 بقالنا فترة طويلة برضو مش شفناهوش كان تألق في البطولة العربية. سجل هدف حكم اللقاء مع سؤول. ما شفناش التغييرات على الشاشة وبالتالي ادي مروان محسن عود حميد عود حميد لمروان محسن اول ظهوره بعد ايه بعد يعني تقريبا 12 شهر تقريبا عام منذ اصابته في الجابون مع المنتخب الوطني. يعود مروان محسن صاحب القميص رقم 18. ادي مروان عود حميد يا مروان يا فرحة كوبر دلوقتي. ليه؟ لأن واحد من العناصر الأساسية اللي خاض بيها بطولة أمم إفريقيا وكان المهاجم الصريح الوحيد. النهاردة هو بحاجة لكل القوى بعد ما فاز بالبارك له بالمناسبة فاز بلقب أفضل أو جائزة أفضل مدرب في البلدان العربية لصعوده بمنتخب مصر لنهائي إفريقيا وصعوده إلى نهائيات كأس العالم من موقع كورة العرب. هذه عمرو بركات كابتن حسام البدري كان له تصريح لم أصرح ولم أطالب برحيل أي لاعب من تشكيلتي عشان الاجتهادات اللي بتتكلم على أنه في لعيبة خلاص مشت وأسماء خلاص مشت. هذه لوكاس بياخد فاول. لوكاس حكم اللقاء بيقول له ليك الفاول. حمودي في الملعب دخل له عمرو بركات ومروان محسن. اكيد احمد ياسر ريان برضو اكيد نزل. ادي قدام حضراتكم الفاولات 7 على الاهلي او للاهلي 15 لاتلتيكو. كان موجود المجموعه الموجوده من المدافعين في محمد هاني وفي عبد الله الشامي هم اللي ما لعبوش. يمكن عبد الله الشامي نزل مكان هنشوف نتاكد منها نزل مكان احمد سامي هنتاكد. عادي على طول بيطلع منطقه وسط الملعب في اكرم توفيق موجود.
في ميدو جابر موجود، في احمد حمدي موجود، والضربه الراسيه والهدف الثاني. الهدف الثاني جريزمان يا ولد يا ولد. محمد عبد المنعم الصاعد الواعد، محمد عبد المنعم رقم 31 نزل في الدفاع في العمق الدفاعي، كان مختاره الكابتن حسام البدري لمباراه ادي هنا بالبوكس، لكن بترجع مره ثانيه وجريزمان بياخد الكره. شوفوها اهي، شوفوها مره ثانيه اتلعبت وعلى طول. الى داخل الشباك، تعادل 2-2 حبايب في مهرجان المحبه والسلام. 2-2 جاميرو هو اللي جاب الجول، جاميرو رقم 21 جاميرو جاب الهدف. الدقيقة 72 حسين السيد بيجيب الكرة عشان يبدأ بيها أحمد عادل عبد المنعم. أدي جاميرو صاحب الهدف الثاني، هدف التعادل. سأقول جاب جول، وجاميرو جاب جول أهي. اللمسة نزلت له كده الكرة على قدمه اليمنى، استلم بقدمه اليسرى سدد وعلى طول في الشباك على يمين أحمد عادل عبد المنعم. معلنها تعادل 2-2 في مباراة. يا سلام يا سلام يا سيموني يا راجل، ده انت عايز تنزل تلعبها بنفسك. حلو حلو الحماس، وحلو الرغبة، وحلو المتعة، وحلو الرسم على الملعب والإبداع فوق البساط الأخضر. الفقرة التحكيمية ستكون مع العالم المونديالي جمال الغندور كابتن تامر صقر بعد المباراة وبعد الاستوديو التحليلي. بالمناسبة المونديالي الغندور أدار مباراة الأهلي وريال مدريد 1-0 اللي سجله صندي في 2001. تلعب الكرة ورا كده، احتفالية جميلة، المشاركة إيجابية ومتنوعة ومتعددة، يعني بتشهد عودة مروان محسن، تشهد دخول محمد عبد المنعم، بتشهد ظهور عمرو بركات. كل دي بالنسبة للكابتن حسام البدري مكاسب على الصعيد الفني، على الصعيد الرياضي أو السياسي هناك رسائل عدة أعلنت وتردد صداها في كل أنحاء المعمورة. مصر والأمة العربية معها على قلب رجل واحد ضد الإرهاب. مصر والأمة العربية تعشق الحياة بأمان وسلام، تفتح أزرعها وقلبها للعالم أجمع من محبي السلام، وتقف سدا منيعا أمام دعاة الإرهاب وداعم الإرهاب ومنفذ الإرهاب. خطأ دجيش بيقول الخطأ على النادي الأهلي. هذه مروان محسن، عدد كبير لعب في هذا اللقاء، وده حاجة جميلة جدا. يعني بتتكلم من أحمد عادل عبد المنعم اللي ما تغيرش، لكن باسم علي ورامي صبري وأحمد سامي وصبر رحيل وحسين السيد ومحمود كهربا وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وأحمد رفعت وحسام غالي هشام محمد محمود عبد العزيز محمد الشلهوب على طول بيطلع على طول. هذه كمان جميل، ومرة تانية خطير الراجل ده. محمد هاني نزل أهو خد مكان باسم علي، حسن الراهب، فهد المولد، محمد فاروق، مؤمن زكريا، محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، مروان محسن، عمرو بركات، محمد عبد المنعم. استلام وتحضير وصحوة هادئة لفريق اتلتيكو مدريد، وتراجع للاعبي النادي الأهلي في منطقتهم الدفاعية. يطلع محمد هاني على طول، يستلم وعايز يعدي هنا، ياخد الكرة من قدام كريم نيدفيد كمان انضم للمشاركين. والتصويبة يا راجل يا راجل يا جميل، وكان ممكن تبقى صاحب الثنائية، لكن هي رفضت أن تكون الكرة الثلاثية
الكرة اتقطعت لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب على طول. محمد هاني كان راجع يجري وراه، ورامي صبري كان معاه في الكرة، محمد عبد المنعم جاي في ظهره، لكن هو لعبها لحظة خروج أحمد عادل عبد المنعم. جاميرو تطلع بره الملعب. هنشوف أحمد رفعت يغادر الملعب، له التحية على المشاركة. ميدو جابر ينضم للمشاركين رقم 27. كل من حضر للقاء يريد الكابتن حسام البدري أن يمنحه شرف المشاركة في هذه الاحتفالية، هذه التظاهرة الرياضية التي تعلن للعالم من مصر السلام، دعوة للسلام والمحبة والإخاء. لمسة ولعبة على طول، إنما تغيرت الشوط الثاني أكثر بكثير طبعا من الشوط الأول، لأنه الوقت يمر والكل يحب يشارك، وحاجة جميلة أن يعني يكون التعاون ويكون التلاحم الإيجابي من خلال مهرجان رياضي، احتفاء بمصر السلام، بمصر الأمن والأمان، من خلال نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي، ومن خلال قناته وعبر حصرية في النقل المباشر لهذا اللقاء. شايفنا ستيفن سافيتش اللاعب من الجبل الأسود، 26 سنة ستيفن سافيتش. استلام في نص الملعب مع النادي الأهلي، وسع لنفسه وعدى كده. ميدو تلعب على طول لهاني اللي متقدم، يحط كرة حلوة حمودي الهاني، يعمل العرضية تعلى تعلى ومستنيها حمودي، استلمها حمودي هربت وراحت على طول للوكاس اللي بيطلعها أمامية، مستنيها محمد عبد المنعم يا ولد، وياخدها بشكل حلو، حطها ببطن القدم كده ناحية اليمين. كريم ندفت دفعة وسقوط على الأرض من كاراسكو، والله على طول اداها تماس لكاراسكو، ترجع تاني جاميرو المزعج لكاراسكو، ياخدها على طول هاني ويعدل نفسه ويلعبها حلوة مع إسلام محارب لعمرو بركات، لإسلام تطلع بره ملعب، تماس عند أحمد أيوب. أدي لوكاس رقم 19، لوكاس هيرنانديز. والمباراة 10 دقائق تفصلنا على النهاية في سهرة يعني رياضية كروية بالغة التأثير، عظيمة المعاني، قوية البيان، هكذا هي السهرة الرياضية الأهلوية المصرية العربية في هذا المساء في استاد الجيش المصري ببرج العرب. قطعت الكرة 2-2، اتلتيكو مدريد والأهلي، أو الأهلي واتلتيكو مدريد، والهجمة المرتدة السريعة، وبيحاول يعدي ولعبها، وخطيرة خطيرة خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث للخطير جاميرو. كنت فين يا راجل؟ جاميرو وكوريا بيقول له برافو. ادي جاميرو بيجيبه، جريزمان كمان بيكلمه، ادي جريزمان اللي عليه، بقول لحضراتكم يعني حوار وطلبات كده من عديد الانديه، انما جاميرو بيخطف الاضواء ويجيب الجول الثالث للفريق، الثاني له مع الدقيقه 82 من نص الملعب. الكره على طول يعني الهجمه المرتده ومفيش تسلل، وان كنا نسيب الكلام ده بقى للمونديال جمال الغندور، لكن هي اختراق في العمق الدفاعي بشكل حلو، طالع احمد عادل ما يقدرش يعمل حاجه. جاميرو يتمكن من احراز الهدف الثالث، يؤكد به تفوق فريق اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني على نجوم الاهلي ومصر والوطن العربي اللي انضموا لتشكيله الاهلي وارتدوا رداءه اليوم. دقيقه 81 جاميرو، والدقيقة 72 جاميرو، دقيقة 64 ساؤول. هذه هنا كريم ندفت، إذن التحضير في وسط الملعب من جديد للنادي الأهلي. التغييرات الأخيرة لم تدخل في جو المباراة بعد، لكن
الكل يحاول أن يقدم أفضل ما لديه. كريم ندفت يرجع ورا، رامي صبري بيرجع لحارس المرمى احمد عادل عبد المنعم. رامي صبري مستمر كما هو حال احمد عادل اللي خد شارة القيادة بعد هشام محمد ثم الكابتن حسام غالي القادم من النصر السعودي. ترجع الكرة اسماعيل عبد اللطيف من البحرين، ياسر القحطاني و الشلهوب من الهلال، حسن الراهب وحسام غالي من النصر، وفهد المولد من الاتحاد. وحلوة المحاولة والعنترية في الكرة، جميلة وعايز يعمل العرضية، خد الركنية، خد الركنية. كلام حلو الحمودي، كلام حلو الحمودي، مراوغة وعدى وثبت وراح، هذا هو محاولة كده مع ستيفن سافيتش، ترقيص ومراوغة بيطلعها من قدامه، ركنية للنادي الأهلي مع الدقيقة 84. يتقدم الآن، تغير الحال، أتلتيكو مدريد يتقدم على الأهلي 3-2. يعني الجماهير طلع أحمد عادل عبد المنعم ونزل الصاعد الواعد رمضان مصطفى بيحييه حسام البدري. هذه هنا استلام من جديد، كريم ندفد يلعب الكرة، عدت أول لكن خدها الثاني على طول، شالها لوكاس، ترجع ثاني محمد هاني، محمد عبد المنعم ينزل الكرة. أعتقد ده أحمد فوزي، أعتقد ده أحمد فوزي حارس الأهلي السابق وليس رمضان مصطفى، ده كبير أحمد فوزي واضح يعني. هنا استلام، إنما اللي عندنا رمضان مصطفى الناشئ، عمرو بركات، الكرة تطول من قدام حمودي وتتلعب الى خارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. شايف انا برضو تغييرات بيستعد لاجراءها، هذه قلبي و اوغوستو. هنشوف اسلام محارب خارج، هذه اولبي رقم 30 واوغوستو رقم 26 واسلام محارب يترك مكانه. تغييرات بالجمله، وهذه النتيجة قدام حضراتكم، الثلاث أهداف متسجلين باسم جاميرو، لكن هو سؤول جايب جول إلا إذا كان لمس معاه، يعني جاميرو كده هاتريك في مقابل ثلاثية للأهلي عند مؤمن زكريا، أو ثنائية للأهلي عند مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، نتمناها ثلاثية كمان عشان تبقى النتيجة تعادل، يبقى مهرجان يعني حبايب في كل شيء. حسين السيد أحمد حمدي نزل، آخر تغييرات الأهلي، ملعوبة وبيسندها كده بشكل جميل جونزاليز كده لحارس مرمى أنخيل مويا. خلاص 4 دقائق أو 3 دقائق ونصف على الوقت الأصلي للشوط الثاني لهذا اللقاء. واعتقد الحارس الثالث بارغان نزل رقم 25 لانه انجل مويا، ادي احمد فوزي، احمد فوزي شبه كده من بعيد بالحضري، لكنه حليق الراس الدكتور احمد فوزي حارس مرمى الداخليه. احمد حمدي تلعب على طول، حمودي ينطلق ويتقدم ويلعبها، انما العرضيه مقطوعه، مقطوعه العرضيه. حارس مرمى النادي الاهلي فتره طويله كده مراحل الناشئين والشباب احمد فوزي،
وكمان لعب للفريق الأول ولعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا مباراة خارج الحدود. قلبي على طول قدامكم مع مروان محسن ولمسة اليد واضحة. تمام محمد فاروق. هذه هنا محاولة واحدة الثانية تتقطع ترجع إلى خارج الملعب تماس. الدقيقة 88 من زمن هذا اللقاء، تبقى الدقيقتان على النهاية. هذه استلام وأحمد حمدي تعلى وتروح ترجع مرة تانية في نص الملعب، يحاول ياخدها الأهلي ويحافظ عليها. لعب في الشمال مقطوعة في نص الملعب من جديد، يضغط ويجيبها هاني يا ولد، تتقطع منه ترجع الهجمة. أوجوستو يلعبها قلبي على طول إلى خارج الملعب، بيطلع كريم ندفد من قدام كيفن جاميرو صاحب الثلاثية. إذن خلاص في مقابل هدفين للنادي الأهلي، والجماهير لا تعير النتيجة أي اهتمام لأنها ليست الهدف، ليست المضمون، ليست الرسالة. الرسالة وحدثت، وهنا يخرج رامي صبري مع الدقيقة الأخيرة ويترك مكانه. هذا هو عبد الله الشامي النجم السوري. سوريا حاضرة، سوريا حاضرة معنا في هذا التلاحم العربي، وعبد الله الشامي في أول ظهور له مع القميص الأحمر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي يشارك. وتطلع الكرة على طول من جديد تعود، وأحمد فوزي يلعب في الشمال، بداية التحضير للهجمة الأهلوية. تتقطع من قدام حمدي ترجع مرة تانية، تحضير للأتلتي للروخي بلانكوس. تتلعب حلوة حلوة في الشمال في مكان فاضي محدش مستني ويتقدم، لكن يا ولد يضغط هاني ويقطعها بشكل حلو. حمودي حافظ على كرتك ويلعب مع زميلك، عدى هو في الزحمة، عدى كمان هاني على يمينه، حد فضل لعب في الشمال، لعبها له تاني وهناك في الشمال منطلق ومتقدم. اتقطعت قبل ما يروح يكمل فيها الكرة اللي فاتت مروان محسن، ترجع مرة تانية. التحضير الوقت المحتسب بدلا من الضائع 4 دقائق قدرها الكابتن محمد فاروق. لوكاس في الشمال بينتظر الكرة، لكن هي اللعب كله ناحية اليمين عند كاراسكو واخوة، بيحضروا هناك في اليمين كتير. سأول في نص الملعب كابتن التيم بعد خروج جابي. لعب الكرة عدى 1 2 يضغط على طول الشامي والكرة لسه المحاولة لمسة ولعبة، يقع على الأرض محدش معاه خالص، محدش لمسه، بيت عليه لأنه لمس كرة باليد. ناحية الشمال بداية التحضير من جديد. ميدو جابر يلعب مع كريم ندفت مع محمد هاني. الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في العالم كله، في الوطن العربي الكبير، في جمهورية مصر العربية، عبر حصرية أو نقل حصري لهذا اللقاء التاريخي من وجهة نظري باعتباره يحمل رسائل سياسية واجتماعية وأمنية من البوابة الرياضية، تؤكد أن مصر قوية فتية بشبابها برجالها بشعبها بشرطتها بجيشها بقيادتها. كل هذه الرسائل أعلنت أنها بلد السلام وتدعو للسلام وتحارب الإرهاب. جاميرو أمام حضراتكم، جاميرو الهدف الأول من وجهة نظر الشخصية بينه وبين سؤول، لكن خلاص هنفترض أنه هو لي. يبقى كيفن جاميرو عنده 3 أهداف سجلها مع الدقيقة 64 72 81 العرضية على طول ياخدها الحارس. سأقول
يعني تبديد الوقت بشكل رسمي من خلال اللعب السلبي في المنطقة الدفاعية، لكن تبقى الكرة بين أقدامهم يعني تبديد الوقت، تمرير الوقت، بيلعب في الدقيقة الثالثة فاضل فيها 15 ثانية ثم تبقى الدقيقة. لكن زي ما قلت لحضراتكم موجود برضو في المدرجات رابطة مشجعات مصر اللي تأسست بعد مباراة الكونغو الشهيرة اللي صعدنا بها الكأس العالم، مجموعة من الإعلاميات والرياضيات يهدفنا طبعا لتشجيع المنتخب المصري والترويج لمصر سياحيا والتأكيد على أنها أرض الأمن والأمان والسلم والسلام، حاجة جميلة جدا. مخرج برتغالي و14 كاميرا في جميع الملعب وكاميرتين هوائيتين نقل لهذا اللقاء الحصري. من جديد تعود قناة الأهلي لنقل الأحداث الرياضية عبر شاشتها لعشاقها في مصر والعالم. ناحية الشمال هناك عند حسين السيد، الدقيقة الرابعة تكتمل من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ومحمد فاروق ينظر لساعته واحمد حمدي ينطلق ويتقدم ويلعب العرضيه داخل المنطقه، ولسه الصراع قائم، لسه المحاوله، ومره تانية من نفس المكان مؤمن سجل، ترجع تاني تعلى داخل المنطقه مستني، والراسيه انما حلو النهايه بالنسبه للاهلي ان يكون في الوضع الهجومي وان يكون في المغامره الهجوميه، وهي صفره النهايه سيداتي وسادتي مشاهدي الاهلي في كل مكان، اطلقها الدولي محمد فاروق معلنا نهايه هذه الاحتفاليه الرياضيه الكرويه المصريه العربيه التي خاطب فيها العالم المصريون من خلال الاهلي ومن شاركه من المصريين والعرب ليعلنوا ان مصر بلد الامن والامان، بلد السلام، وهي تحارب الارهاب وتقف له بالمرصاد. سيداتي وسادتي أرجوك أن نكون قد وفقت في نقل أحداث